طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020، ورحب بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين مع موضوعات متنوعة. اليوم معانا أحد الخبراء في مجال ريادة الأعمال والأعمال الحرة، الحبيب الأستاذ هيثم الكاشف، خبير الأسواق الأفريقية الناشئة لدى الجامعة النرويجية، مستشار مطور الأعمال لدى عدد من الشركات السودانية، عضو فريق التقانة المالية في النرويج، شريك في برنامج خبير ضمن الفريق لأهداف التنمية المستدامة في الجامعة النرويجية. هيكلمنا اليوم عن الفرق ما بين العمل المستقل ورائد أعمال، فريلانسر أو فريلانس أو انتربرينور. فنسمع منه. ليك المايك هيثم. السلام عليكم جميعا، كيف احوالكم؟ ان شاء الله بخير. انا سعيد الليله اطل عبركم في الصفحه. قبل ما اتكلم، طبعا التحيه للباحثين السودانيين، والباحثين السودانيين مربوط بالجانب الاكاديمي، ودي فرصه سانحه اني انا حابب أقول حاجة بسيطة يعني للطلاب الموجودين في الجامعات، إنه يا أخي دي حاجة أنا بفتخر بها، يعني إنه الناس اللي قاعدين في الجامعات، الطلبة دي اللي بيشوف إنه البيئة الجامعية ما 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 بالمستوى المطلوب، الدكاترة وهكذا، حقيقة دي تحية لأبهاتنا وأعمامنا الدكاترة، حقيقة إنه هم وفروا لنا مقررات معترف بها عالميا. يعني انا كهيثم كنموذج سافرت برا اوروبا، مشيت انه لقيت انه الشهادات الجامعيه دي معترف بها تعادل الشهادات الاوروبيه. دي حاجه ما حاجه سهله والله، يعني دي حاجه بتحيه انا لازم اقدمها لابهاتنا، ولازم تحسوا بالحاجه دي انه بجد بجد انه ابهاتنا الدكاتره والبروفيسورات خلقوا لنا مقررات تكون معترف بها دوليا، وتخلينا احنا نفتخر احنا من دولة زي السودان. الليلة أنا هتكلم عن موضوع الشاغل بال الناس الأيامات دي طبعا، اللي هو إنك الفرق ما بين الفريلانس والإنتربرينور. الترجمة الحرفية بتاعت الفريلانس ما في ترجمة حرفية، لكن أنا عايزكم تفهموها كده وتفهموها كده، اللي هي بنقصد بها الزول اللي بيشتغل شغل مستقل. يعني أنت عندك خبرة معينة في مجال معين، إنك أنت تمشي تشتغل نظير أجر، متى بتقدم الحرفة بتاعتك أو المهارة بتاعتك بتاخذ عليها أجر، لكن ما ضمن مؤسسة بتشتغل براك، ده بسموه فريلانس، أو الترجمة بتاعتها مستقل أو عمل حر. لكن إحنا لما نقول مستقل، نحن مقصود بها الاحترافية أكتر، نزول محترف في مجال معين، مهندس، ديزاينر، حاجات زي دي، لكن ما بيشتغل من مؤسسة، بيشتغل براك. الانتربرينور اللي هو الرائد أعمال. رائد الأعمال ده مفهوم كبير وجميل جدا، اللي هي بتتعلق بانه المايند سيت، العقليه بتاعه الانسان اللي بيشتغل في مجال البيزنس، ومؤخرا اللي بيشتغل انه هو شخصيته كده. يعني حتى رائد الاعمال اللي هو انسان بيشتغل بطريقه بتاعه الابتكار والابداع، وانه بيتغلب على المصاعب ايا كانت المشكله بتواجهه، وبيحاول يتغلب عليها ويجيب لها حلول مبتكره ويجيب لها حلول فيها ابداع. يعني زمان كان اللي هي مربوطة إنه رائد أعمال ده معناته زول شغال في البيزنس، حسي لا، أي زول ممكن يتولى إدارة شركة أو يتولى إدارة مؤسسة حكومية، يكون عنده العقلية دي في إنه هو بيحاول يستخدم الابتكار والإبداع في حياته. ليه حابين نتكلم عن الحاجة دي؟ لأنه أنا المادة اللي بقدمها دي نحن حابين نقدمها فيها خلال 10 يوم، فأنا بحاول اختصرها في ساعة أو 45 دقيقة. ليه؟ لأنه أكثر ناس ممكن يستفيدوا، خصوصاً مع التقنية الموجودة في السودان ما بتسمح إن الناس يحضروا اللايفات فترة طويلة، والمادة تكون خفيفة، بعد ذلك نحن ممكن ننطلق عليها، وبعد ذلك ممكن نشوف الناس محتاجة شنو فيها. الكل عارف إنه السودان الوضع الاقتصادي بتاعه غير مستقر، الوضع الاقتصادي غير مستقر أو الغير نامي، بيكون فيه نسبة بتاع البطالة ممكن تكون كبيرة، اللي هي ان الشباب السوداني بعد ما يتخرج ما بيلقى الفرص الوظيفيه اللي هو دايره. يعني ممكن تلقى الوظيفه بالبيئه اللي انت شغال فيها ما تكون مناسبه، المرتب ما مناسب، او ما تلقى الوظيفه كله كله.
فدي تحدي بيواجه الشباب في إنه هم يلقوا فرص عمل. الحاجة دي خلت الناس طيب تفتش عن بدائل تانية. البدائل الثانية دي شنو؟ إنك أنت تفتش عن دخل ليك. عشان تفتش عن دخل ليك أنت واحد من اثنين، يا إما فريلانس ويا أنت انتربرينور. وأنا عايز أشرح الحتتين دي عشان أنا ما بتكلم عن الشباب السوداني في وضعنا الراهن. يعني أنت حاول تفكر في العالمية، أنت موهبتك دي ممكن تصل للعالمية، فتصل العالمية لازم تكون أنت عارف أنت شنو بالضبط دي. هم بيتفقوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات، لكن في النهاية نحن بنتفق إن هم الاثنين المفروض يكونوا مبدعين، الاثنين يكونوا مبتكرين، والاثنين يكون عندهم شغف. طيب عشان نعرف الفريلانس ونعرف الانتربرينور، الفريلانس زي ما قلنا هو إنسان عنده موهبة معينة أو عنده خبرة معينة أو عنده مجال معين هو محترف فوقه بيقدر يشتغل فيه باحتراف، وبيعرض الحاجة دي نظير المال، يعني بيعرض خبرته هو المعرفة اللي عنده نظير أجر، يبادل زمنه زائد خبرته مقابل أجر معين. النوع الثاني هو انتربرينير، اللي هو إنسان بيحاول بيخلق فكرة، بيحاول يوجد لها حل مبتكر، بيحل لها مشاكل الناس، لكن في نفس الوقت بيتحمل المخاطرة. يعني رياده الاعمال دائما مربوطه بمخاطر، يعني انت لما تعمل لك حاجه مشابهه انت ما في مخاطره في الموضوع. وده بيقودنا عشان احنا نعرف رائد الاعمال هو الانسان اللي بيقوم بيعمل له ستارت اب او شركه ناشئه، وده بيقود عشان احنا لازم نعرف الشركه الناشئه. الشركه الناشئه هي الشركه توجد حلول للناس او الشركات، حلول مبتكره فيها ابداع وفيها مخاطره. وحسي ان شاء الله لما ابدا اشرح في الـ في الـ في الـ في الدردشه بتاعتنا دي حتفهموها اكثر، ويا ريت لو في اسئله ترفعوها لي وانا ان شاء الله حجاوب عليها. اهميه الفريلانس والانتربرينور ان هم وجودهم في السودان بيخلق اللي هو ما يعرف بالقطاع الخاص. عندنا الحكومه وعندنا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. خلينا نتكلم عن انك انت بتمارس اعمال، الاعمال بتاعتك بتساهم في النمو الاقتصادي. طيب الكلام ده يعني شنو؟ بيعني انك انت الفريلانس او الانتربرينور لما تحركوا تفتشوا عن انكم تجيبوا وظائف، عشان مش دي وظائف، انكم تفتشوا انكم تعملوا اعمال بطريقه احترافيه، والانتربرينور يحاول يعمل شركه فيها منهجيات اداريه حديثه. دي كلها بيقولنا انه بيكون في حركه في القطاع الخاص، بحيث يكون في حركه في الاقتصاد، بيغير النمط بتاع إدارة الأعمال في السودان. ودي الحاجة اللي احنا في مجالات الأعمال شغالين عليها، انه بس الناس ما تفكر انه انك تستجيب دخل، انك انت تحاول تطور من الاقتصاد، لانه تطور الاقتصاد بيخلق فرص بتاعة عمل، بيخلق فرص بتاعة تطوير المنهجيات، بيزيل التشوهات في مجال الأعمال. يعني اكبر مثال احنا ممكن نضربه لناس الفريلانس، الليلة اللي لاحظته زمان في الميديا في التلفزيون، الإعلانات كانت فيها طابع نمطي، ما فيها إبداع، ما فيها ابتكار، إعلانات واحدة كده، صور معينة، فيديوهات معينة، زول يتكلم عن المنتج، انتهينا. ما فيها تطش، ما فيها لمسات كده إبداعية. لكن حسي لا، اللي هو بيجينا بيشوف إنه الإعلانات شكلها تغير، شكل التلفزيون ذاته تغير، المواضيع ذاتها اتغيرت، الإخراج بتاع الإعلان ذاته يتغير. ذلك كلهم ممكن يكونوا نماذج بتاع فريلانس. يعني ذول شركة عندها إعلان معين ممكن تطلح للناس، يا أخي محتاجين كوبي رايتر، أو ذول مؤلف لأغاني أو مخرج، بيقوم يقدموا خبراتهم للشركة دي عشان يقوموا ينفذوا بها الأعمال دي. فذلك كلها بيقودنا إنه بينعش الاقتصاد بتاعنا، بإنه يحرك المنهج القطاع الأعمال عندنا. اللي لما تكون في شركات كانت تقليدية، اللي لو يجدروا بعض الأعمال شركات بيجي ينافسوا الشركات التقليدية، شركات تقليدية تدريجيا حتحاول تلحق بعض الأعمال، فحيقوم يطوروا البيئة بتاعت الأعمال. ودي حاجة احنا شاعلين لها من ما تخرجنا من الجامعات، يعني مجموعة كبيرة من الشباب ممكن أنا بعرفهم في ناس ما أعرفهم، لكن في النهاية نحن حركين إنه نحن بنحاول نطور الأعمال في السودان، نطلع من التقليدية، نحاول نبتكر عشان نحن نطلع بالسودان للعالمين. طيب انا عشان نحن نتكلم عن
او حاجات اللي بتشابه ما بين رياده الاعمال، ما بين الانتربرينور رائد الاعمال وما بين الفريلانس، انه الاثنين بيبحثوا عن الاستقلال المالي، لكن رائد الفريلانس بيحاول بيشتغل انه هو يشتغل براه، عقليته انه هو يشتغل براه، ان الامور تكون بسيطه، انه يحقق اعمال لجهات معينه ويستفيد منها، يشتغل مشاريع معينه وهكذا. اما رائد الاعمال عقليته تنظيميه اكثر، بيحاول يجيب افكار، والافكار دي يحاول يستقطب خبراء معاه عشان يشتغلوا، وبيحاول يسوق الفكره بتاعته للجهات عشان تبدا تمول المشروع بتاعه. انا بعتقد حقوم اشرح في جزئيه كده اللي هي المراحل بتاعه حضر النموذج، والنموذج ده عباره عن امثله، وحنشوف كل واحد مختلف فيهم شنو، وبعدها حنبدا نشرح اكثر واكثر. لكن اهم حاجه قبل ما ننطلق للحته دي، الليله انت قاعد تستمع لينا بتفكر في انك انت تستقل ماديا، فقبل ما تبدا تستقل ماديا لازم تفهم بعض الحاجات اللي هي بتحدد بعد ذاك ليتر انت هتتجه لوين. يا اخي انا يا اخي اقرب لفريلانس ولا انا اقرب لانتربرينور، عشان الناس ما تلخبط بيناتهم. احنا في مجال الاعمال، في مجال الاعمال بنحاول نميز، انت ما لم تخلق شركه او واقع جديد فانت بتكون كوبي من غيرك، نموذج من غيرك. لازم تعمل حاجه اضافه، الاضافه ممكن تكون في العمليات، ممكن تكون في التسويق، ممكن تكون في وات ايفر الاضافه بتاعتك، لكن لازم يكون في جزئيه او في واحده من الحلقات بتاعتك فيها نوع من الابتكار. اهم حاجه انك انت تشتغل على نفسك، يعني بتعرف تطور مهاراتك، بتعرف تطور افكارك، بتعرف تشوف شغفك ماشي لوين بالضبط. ده كله بيقولنا انك انت بتبدا بعد ده تسوق للفكره بتاعتك او للمهاره بتاعتك للاخرين. رائد الاعمال الانتربرينور والفريلانس الاثنين بيبحثوا عن شنو؟ بيبحثوا عن المرونه والشغف والحريه، يعني عايز يطلع من عباءة المؤسسه اللي هو بينتمي لها، عايز يكون حر، يكون هو سيد نفسه في قراراته، في الدخل المادي بتاعه، في نفس الوقت داير المرونه في انه هو يقدر يخترق الاسواق، يقدر يطبق الحياه اللي هو ده يحلم بها، ما يكون مقيد براي مدير معين او راي رؤيه بتاعت شركه معينه، هو عايز يكون عنده المرونه في انه يتحرك ويحقق الشغف بتاعه. رائد الاعمال والانتربرينور، نحن حنحكي القصه دي، حنميز ما بين رائد الاعمال وما بين الفريلانس، وزي ما ذكرنا هم بيختلفوا من باقي الناس انه هم عندهم رؤيه وعندهم الدافع وعندهم الهدف. عندهم الرؤيه وعندهم الدافع عندهم الهدف. حنستخدم الثلاث حاجات دي في القصص بتاعتنا. حنعمل ان الرؤيه ده هو المرحله الاولى، الدافع دي حنحطها نشرحها في المرحله الثانيه، والهدف حنشرحه في المرحله الثالثه. تمام. طيب نجي نتكلم عن المرحله الاولى في القصه بتاعتنا دي، في مرحله الرؤيه. المستقل او الفريلانس دائما بيكون انسان، يعني مثلا عشان احنا قلنا حنحكيها في قصه او نضرب بها مثال، في شاب مهندس كان شغال في مهندسه بتاع في شركه بتاعت انشاءات. المهندس ده بيئه العمل اللي هو كان شغال فيها، المجهود اللي هو كان بيبذله مقابل العائد هو بيستلمه كان ضعيف جدا جدا، فهو حب انه يترك الشغل ويطلع يشتغل براه. هنا بقى عنده شغف انه هو يطلع يشتغل براه، عايز الحريه، ناقصه انه هو يعمل الرؤيه بتاعته. اي حاجه في الدنيا ما عندها رؤيه ما بتنجح. حقق الرؤيه بتاعتك، انت داير شنو بالضبط بالرؤيه بتاعتك عشان تشتغل. طيب صاحبنا قدم استغاثته من الشغل، لكن لحد حسي ما عنده عقليه تنظيميه، حابب انه يشتغل براه وعايز الامور تكون بسيطه، عايز يلقى مشروع مشروعين يحقق له دخل.
فصاحبنا ده قام ترك الشغل وبقى قاعد. فأول حاجة في المرحلة الأولى بتاعته حدد الرؤية بتاعته، هو بعدها بيحاول يبحث عن عملاء للموهبة بتاعته اللي هو مهندس معماري. فبيبدأ يفتش في المرحلة الأولى دي ما بين الأصدقاء والأصحاب والمعارف، إنه هو يا أخي مهندس معماري وحابب إنه يشتغل، ويبدأ يفتش ويعمل له شبكة علاقات عشان يبدأ يشتغل معاهم المشروع بتاعه ده المستقبل. الانتربرينور رائد الأعمال هو عبارة عن مهندس، مهندسة بيت، لكن المهندسة دي عايز تخلق حاجة جديدة، عايز تخلق حاجة الناس تفتشها، يعني عايز اللي هي يعني هي مهندسة عايز تدخل التصميم الأوروبي في الأعمال في المنشآت السودانية. ما عجبها حكاية يا أخي إن المباني في السودان كلها بتشبه بعض، العمارات دي كلها بتشبه بعض، البيوت كلها بتشبه، ما في جديد. هي حابة تدخل طراز معماري جديد اللي هو الطراز الأوروبي في الخارطة، في الخارطة بتاعت المدن السودانية. دي بالنسبة لها هنا عندها شغف، عندها رؤية حابب تحققها، لكن ارتبط بالمخاطرة، يعني المشروع ده ممكن ينجح ممكن ما ينجح. فهنا هي خلقت حاجة جديدة الناس ممكن تحتاج لها وفي ناس محتاجين لها، لكن انه هو الناس تقبلها وتتوسع ولا ما تتوسع تبقى مشكلة. فصاحبتنا المهندسة دي عملت الفكرة بتاعتها بالورقة وعملت الشركة بتاعتها، حققت الرؤية بتاعتها، وهي بعد ده المفروض تبدأ تفتش في أمن شركاء عشان يشتغلوا معاها في الشغل بتاع في الشركة بتاعتها. دي المرحلة الأولى، الفرق بين الفريلانس والانتربرينور. صاحبنا مهندس ترك الشغل وعايز يفتش على المشاريع يشتغل لها حاجة بسيطة، بس في مشاريع معينة يشتغل عليها يحقق لها عائد مادي. هنا الانتربرينور ما حيشتغل براه، وحيبدأ يفتش على الناس يشاركوه في المشروع وناس يشتغلوا معاهم ويشوف في جهات تمويل. انتهينا المرحلة الأولى، انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي بيكون دائما مرتبط بها الدافع. ما انت خلاص انطلقت، بعدين انت محتاج دافع قوي يخليك انت تستمر في الرؤية اللي انت حطيتها لنفسك بعد ما انتهيت من المرحلة الأولى. بالنسبة لل الفريلانس اللي بيشتغل مستقل، صاحبنا المهندس اللي شغال مستقل ده بدأ يعمل يبدأ يوسع قاعدة العلاقات بتاعته، بيحاول يستلم لهم مشروعين عشان يحقق شهادة إنجاز، بناء عليها يبدأ يوسع نشاطه وبدأ يوسع دائرة معارفه، وبيجي يحاول يفكر إن هو كيف يسوق إنه هو بيقدر ينشئ مشاريع كويسة وناجحة مختلف من الآخرين. دي في المرحلة الثانية الدافع، إن هو بقى عنده دافع إن هو يا أخي زمان كان بيشتغل 10 مشاريع بيحقق له عائد مادي، حسي لا هو ممكن يشتغل 3 مشاريع بيحقق له نفس العائد المادي اللي كان بيشتغل في 10 مشاريع، لكن الحاجة دي بتجيه وهو راجع. بالنسبة للإنتربرينور هو خلاص بدأ وجد الشركاء بتاعي عنده، وشرح لهم الرؤية بتاعته والفكرة بتاعته، والناس أعجبوا إنه والله حيدخلوا حاجة جديدة في المعمار السوداني. في ناس شاركوه الحب والشغف ده، فبيجوا يحاولوا إن هم يشتغلوا، عشان يشتغلوا محتاجين تمويل. فبيبدأ يبحثوا عن جهات، نحن دائما بنسميهم رواد الأعمال، ده لما نمشي يسوق حق يعني يمشي يطلب تمويل ما بيمشي يقدم دراسة جدوى. في 1,000,000 واحد قدم دراسة جدوى، لكن دائما الممولين بيبحثوا عن الحاجة فيها شغف، حاجة فيها حاجة جميلة كده. انت انا بشوف حماسك اقبالك انك انت عايز تنفذ المشروع ده باي شكل من الاشكال. فعشان كده ده الحاجة اللي الناس لازم تركز فيها، انك انت لما تبقى انتربرينور. فبدأ يفتشوا ولقوا ممول انه حق يعني يساعدهم في المشروع بتاعهم، لكن طلب منهم تغييرات معينة. فهنا بقى الشركة بتكونت من صاحب الفكرة اللي هي المهندسة دي زائد الشركاء بتاعنا زائد الممول. هنا الشركة بقت المنظومة كبرت، هناك زول بيشتغل براه، هنا المنظومة كبرت. لما نيجي المرحلة بتاعت الهدف بتاع الهدف اللي هو المرحلة الثالثة، احنا انتهينا من الرؤية المرحلة الأولى الدافع والمرحلة الثانية، نيجي للمرحلة الثالثة الهدف.
واللي هي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة إنه هو بعد ذلك الفريلانس ده هيبقى أو صاحب المهندس ده بقى كل خطته إنه هو يحصل له على 3 مشاريع في الشهر يحقق له عائد مادي معين. خلاص ده كده الهدف بتاعه تحقق وانتهينا منه. بالنسبة لل entrepreneur الهدف بتاعه من هم الشركة تكونت خلاص تأسست وجدت التمويل المناسب بعد ذلك يكبر التيم بتاعه ويجيبوا ناس في القطاعات المختلفة عشان يبدوا يساعدوهم في إنه الشركة دي تنمو. دي القصة بتاعة الثلاثة مستقل زاد رياده الاعمال وزي ما قلنا هم بيتفقوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات لكن المتفقين ان هم كل واحد عنده رؤيه كل واحد عنده دافع وكل واحد عنده هدف لكن ده شكل الشكل العام بتاع الفريلانس بتاع الانتربرينور. في مرات في عوامل خارجيه هي اللي بتحدد انه الزول يبقى فريلانس او الزول يبقى انتربرينور. منها البيئه اللي انت عايش فيها المجتمع اللي انت عايش فيه هاي دي ما بتكون بيدك ما حد كعبه يعني انت ممكن تكون شغال فريلانس لكن في مرحله حتوسع تنطلق عشان تمشي تبقى انتربرينور. ليه الكلام ده؟ لانه الفرق بين الفريلانس والانتربرينور في الجزئيه بتاعت لما تصل المرحله النهائيه حققت الهدف بتاعك اللي هي الانتربرينور دائما بيكون متوسع والحاجة فيها sustainability يعني فيها استمرارية. ماذا المستقل؟ المستقل هو بيعتمد على نفسه في إذا حصل له أي حاجة الشغل بتاعه بيجيف الرؤية بتاعته بتجيف الدافع بتاعه هيجيف المشروع بتاعه هيجيف عكس الانتربرينور لأنه أصلا عقليته تنظيمية الشغل ما بيعتمد عليه هو بيعتمد على التيم اللي هو كونه على التمويل اللي هو جابه الشغل بيمشي باستمرار. طيب عشان نحن نعرض الحته بتاعت انه تحديدا الفرق بيناتهم عشان بعد ذاك في النهايه نعمل الخلاصه بتاعتنا في انه الناس كيف تقدر تفرق انك الفرق بيناتهم شنو بالضبط. نحن قلنا انه رائد الاعمال عنده عقليه تنظيميه بيحاول يرتب الأمور بيحاول ينظم الأمور بيحاول يفهم جوانب المشروع بتاعه. هنا الحتة الصعبة بتاعت انك انت تبقى رائد اعمال انت لازم تحاول بقدر الامكان تبذل مجهود اكبر في انك انت تفهم جوانب المشروع الثاني عشان تقدر تحدد احتياجاتك في التيم بتاعك. ماذا لما تكون فريلانس؟ لان الفريلانس غرضه حياته تكون بسيطة يعمل له مشروع معين المشروع المعين ده يحقق له عائد مادي في فترة وجيزة ما ده أكثر من كده. فالإنتربرينور لا متطلباته أكثر. الإنتربرينور عارف نفسه مفروض إنه هو يبذل مجهود أكبر في إنه يعني يسوق للشغف بتاعه يبذل مجهود أكبر عشان هو يحصل على تيم مناسب يقنعهم إنه هم يقبلوا معه المخاطر اللي هو مقبل عليها محتاج إنه يحصل على تمويل مناسب يضمن له الشغل بتاعه. عكس الفريلانس حياته بسيطة هو محتاج مشروع والمشروع ده يحقق له العائد المادي اللي هو محتاج له في فترات قصيرة. رائد الأعمال بيفكر في المستقبل يعني هو بيفكر إنه المشروع بتاعه ده ينمو ودائما الرائد الأعمال بيفكر في إنه يخلق وظائف مش إنه يعني يحقق أرباح هو لا هو بيفكر إنه دائما أنا يا أخي أتوسع في الشغل بتاعي أنا أكبر الشغل بتاعي أجيب ناس ما بيفكر إنه دائما إنه هو يعني يكون هو معطي المرتبات لا هو بيعتمد مع إنه كل الناس الشغالين معه شركاء ليهم هم بيساعدوه في نمو الشركة بتاعته. فدي هنا عقلية بفكر في المستقبل بفكر في إنه الشركة بتاعته تنمو تكبر تتوسع. أما ال ال ال, ال, ال الفريلانس ده بيحب الحياة تكون بسيطة يعني زي ما ذكرنا في المثال ده جابت نمط جديد في النظام المعماري نظام المعماري الأوروبي لا دي نفس المباني زول عايز نفس نمط المباني ده بحق اللي هو المباني ممكن يحاول يخلي الأمور بسيطة في إنه كيف إنه يقلل التكاليف إنه هو كيف يعني يشتغل في
في ميزانية معينة، دي الحاجة اللي هو بيلعب عليها، لكن ما بيفكر في إنه يمشي أبعد من كده. أما بالنسبة للإنتربرينير اللي هو زي ما ذكرنا دائما بعد ما حقق مثلا النمو على المستوى المحلي بيحاول ينطلق للعالم، بيحاول يكبر شغله، بيحاول انه يخلق حاجة جديدة او التجربة بتاعته دي بيحاول يتوسع بها خارجيا بقدر الامكان. انا ما بتكلم عن انه دي الحاجات المفروض يطبقها مثلا رائد الاعمال انتربرينور او يطبقها رائد، انا بتكلم بفكرة عامة. يعني رائد الاعمال ما يعني طموحه لا حدود له، طموحه عالي جدا جدا، بيشتغل حتى لو حق الشغف بتاعه انتهى في المشروع ده هيبدا يفكر في مشروع ثاني، يمشي في مشروع جديد، يفكر في حاجه جديده اكثر مستقل له زي ما ذكرنا الحاجات البسيطه. كل اللي بيعمله المستقل في انه بيركز انه بيحاول يزيد المعرفه بتاعته او يبادل المعرفه والزمن هو بيشتغل به ويدي لنفسه مساحه انه هو يرتاح. يعني ده كله طموحه انه يزيد العائد بتاعه في المشاريع اللي شغال فيها ويعني يدي نفسه مساحة. وفي العادة انه رائد الاعمال ممكن يستعين بفريلانس، يعني في مرحلة من مراحلك انت ممكن تحتاج لزول فريلانس يشتغل لك مشروع مشروعين، لان اصلا هو بيشتغل على البروجكت، عنده بروجكت معين يشتغل معك ويشتغل مع غيرك ينفذه وينتهي ويمشي يشوف له حاجة ثانية. لكن فيما نظر ان الواحد فريلانس يعتمد على انتربرينور، فيعني دي ما بتركه، لان هي المرحله دي مرحله بتاعت نمو. الانسان بيبدا فريلانس بيتوسع النمو بتاعه بعد ما يبدا بيبدا انتربرينور. ده فروقات مختلفه بين الاثنين، لكن عشان ما تحس كده فهمت الفكره العامه بتاعت الفرق بيناتهم، اهم حاجه انك ترجع لنفسك، ترجع لنفسك، تقيم نفسك. على فكره برضو الانتربرينور ما شرط انك انت مثلا تمشي تعمل لك شركه، انك انت ممكن تطور المنشاه اللي انت شغال فيها سواء قطاع حكومه او قطاع خاص. يعني انت تلقى تحاول انك تلقى فرصه انك تنمي المؤسسه اللي انت شغال فيها اذا ادتك المساحه. يعني اهم حاجه في موضوع الاستقلال المالي انك انت تمشي تشتغل براك فريلانس او انتربرينور، انك انت تكون واضح مع نفسك انت شغفك شنو في الدنيا. هل انت عندك المرونه؟ هل انت بتقبل المخاطره؟ يعني انا ما بحب الناس اللي بيتكلموا مثلا عن رياده الاعمال زي الشغل بتاع التنميه البشريه انه اطلع وسوي افعل، لا، دي عباره عن انك انت بتخسر في زمنك وتخسر في فلوسك. لو ما تملكت من المواهب والمهارات اللي بتخليك تدخل السوق بقلب قوي فانت ما بتعمل، يعني ما في داعي للمرحله دي. خير تصبر لحد ما انت تلقى نفسك في الوضع المناسب. برضو نحن بنرجع ونقول انه ما في اجابة واحدة، يعني ما في سلام انا ممكن اجاوب لأي زول يا اخي انت عمل كده او ابدأ كده، لا، المسألة بتبقى انه انت لازم انا بحب شغل التحليل. يعني انت لازم تقعد مع نفسك تعمل تحليل SWOT اللي هنا قطع القوة والضعف بتاعتك، الفرص والمخاطر الخارجية، تعمل التحليل ده. انت في التلفزيون، يعني ماذا تمشي تنطلق تبقى مثلا رائد اعمال وانت ما عندك المهارات اللي بتخليك تبقى رائد اعمال. فلازم الحاجه دي انا بشرحها لانه الناس لازم تعرف انت شنو بالضبط. نحن انا بتكلم عن السودان دور الراهن ده، انا بتكلم عن شاب سوداني عنده طموح. اللي لما تتعامل مع المجتمع الخارجي لازم تعرف انت شنو بالضبط، انت شنو بالضبط يحدد انك انت بتتكلم معهم بيئته عقليه، بيئته اسلوبيه وطريقه، بيئته منهجيه. فانت لازم ترجع لنفسك، تكون واضح مع نفسك. اهم حاجه في الشغل بتاع الاستقلال المالي ده انك كيف تكون واضح مع نفسك، ما تمشي تباري احلامك وطموحك من غير ما يكون انت كان عندك القاعده اللي انت بتاسس بها الشغل بتاعك. فالافضل انك انت زي ما ذكرت في بدايه اللايف بدايه انك انت بتشتغل على نفسك، تشوف انت عندك شنو من المواهب، عندك شنو من الخبرات، عندك شنو من المعارف، والحاجه انت كيف ممكن تسوقها للاخرين. بعد ما تعرف كيف تسوق الاخرين، بعد ذاك انت ممكن تنطلق تبدا تشوف حاجاتك الدنيا. ف
فلازم تشتغل على نفسك، يعني تكون واضح مع نفسك، تشوف إمكانياتك هي شنو، بعدك تبدأ تستعين بالجهات الأخرى وتمشي تقرأ أكثر عن الموضوع بتاع الانتربرينير وبتاع الفريلانس. لكن في الوضع عامة بتاعنا في السودان ممكن أقرب النموذج بتاعنا الشكل العام بتاعك أنت فريلانس، لكن المايند سيت أو العقلية بتاعتك اللي هي انتربرينير. لكن أنت في النهاية زي ما ذكرنا هي كلها مراحل. الإنسان زي ما بيقرأ في الجامعة أو أثناء ما هو في الجامعة يكون عنده مواهب معينة، خبرات معينة يخليهم يشتغل شغل. وعشان أنا أثبت لكم الفكرة أكثر، أنا حكوم أضرب لكم مثال حي. المثال الحي بتاع الفريلانس، عندنا واحد صاحبنا كان بيشتغل الشغل بتاع الرسوم المتحركة الانيميشن. هو بارع جدا في الشغل الانيميشن، بيعرف يطلع لك يصمم لك فيديو بيتكلم عن موضوع معين زي انت بتشوفه في التلفزيون، في الاعلانات اللي كانت بتيجي في التلفزيون هي بتحس انيميشن كده، هو بيصممها وبيطلعها وبيظبطها وبينتشر. لكن الزول ده رغم مهارته دي لكن لسه هو فريلانس وداير يشتغل على مشاريع معينه. هو الان متعاقد مع جهات كبيره جدا جدا، لكن ما متعاقد معهم كموظف، متعاقد معهم كفريلانس، واحده من شركه التلفزيون، فمتعاقد معهم كفريلانس. فانه هو بيطلب منه مشروع معين بينفذ المشروع المعين وبديه. هو خلاص هو كده، هو ساتسفايد، هو مرتاح كده ودار الموسم شي كده، يبدو مشروع ينفذ المشروع ياخذ البوش عليه، ماذا يزيد وماذا له شركاء. زي ما ذكرنا زول عقليته بيحب الامور تكون بسيطه، الحاجات تكون بيشتغل شغل مشروع معين في زمن معين بخبره معينه دي ياخذ بها قروش. اما صاحبنا الانتربرينور انا طبعا استاذنته ويديه العافيه انه هو وافق ان انا اقوم استخدم المشروع بتاعه، اللي هو اكرم المارشال. اكرم المارشال لو سمعته، هو واحد اسمه اكرم عنده محميه طبيعيه اسمها محميه المارشال. طيب الزول ده كان عنده صيدليه، باع الصيدليه بتاعته. هنا هو عنده شغف معين، عنده رؤيه معينه انه هو محتاج يعمل بيئه، اللي زي ما كان عندنا حديقه الحيوان اللي بتقفل، هو عايز يعمل بيئه بتاعت ايكو سيستم فيها حيوانات، النظام بتاع الإيكو سيستم موفر لهم إضاءة طبيعية، تربة طبيعية، حياة طبيعية، إضاءة طبيعية، مش إضاءة طبيعية، إنه الحياة طبيعية بالكامل اللي هو ما مدخل لهم أي عنصر خارجي بتاع إضاءة بتاع كده، لا، إنه الطيور دي والحيوانات دي تكون موجودة بالنهار زي ما هي عايشة في الطبيعة وتنوم بالليل، ما قد تلاقي إضاءة. فأكرم المارشال باع الصيدلية بتاعته اللي هو بحقق له دخل معين، وقام عمل المحمية بتاعته دي، اللي هو حس إنه الناس محتاجة للحاجة دي، هو أوجد لهم حلول، لكن في نفس الوقت الحاجة دي فيها مخاطرة عالية، الحاجة دي ممكن ما يعني تحقق له القروش اللي هو دفعها في المشروع بتاعه، لكن هو عقليته عقلية التربيونير، مشى استعان زي ما تذكرنا في الشركاء اللي هم الناس اللي ممكن يساعدوه في إنه هو يجيب الطيور دي، احتياجات الطيور دي شنو عشان يربيها عنده، عشان الطيور اللي تتعايش مع بعضها ما يكون في خلافات ما بيناتهم، حاجة كده واحدة تربية، لكن ما يكون في خلاف بيناتهم، يحافظوا على الشكل المجتمع بتاع المحمية بصورة دي، الأسماك الموجودة فيها، الطيور الموجودة فيها، كلها تتعايش مع بعض بطريقة سلسة. فدي هنا عقلية رائد الأعمال، خل المشروع بتاعه التقليدي صيدلية مش لحاجة، لا، حاجة مبتكرة، حاجة فيها إبداع، حاجة فيها مخاطرة، وعمل المشروع بتاعه سماه محمية المرشال، موجودة في الطائف. فده عقلية رائد الأعمال عكس صاحبنا. صاحبنا كان ممكن يتوسع ويجيب ناس يشتغلوا معاه، لا، لكن هو عايب وضعه ده كفريلانس، رغم انه الظروف المحيطة له كان ممكن تخليه ينجح، لكن هو استيل فريلانس، وصاحبنا ده شغله ماشي متوسع. فنرجع ونقول انه الفرق بين الفريلانس والانتربرينور اللي هو في النمو وفي الاستمرارية. انت طالما انت تفكر في النمو وفي الاستمرارية انت رائد اعمال، عكس الفريلانس اللي هو ممكن في اي لحظة من اللحظات المشروع بتاعه يقف او الرؤية بتاعته تنتهي انتهاء الدافع بتاعه. فده المثالات حياة للفريلانس والانتربرينير.
وزي ما ذكرنا انه العوامل الخارجيه هي اللي بتحدد انك انت تكون اقرب لشنو، الفريلانس او اقرب للانتربرينور على بناء على البيئه اللي انت عايش فيها والمتواجد فيها. لكن مهم جدا انه الشباب السوداني، انا طبعا قابلت مجموعه كبيره منهم وكنت متمنى انه المحاضره دي يكون سمنا اكبر، لانه فريلانس عنده حاجات كثير بنتكلم عنها، والانتربرينور عنده حاجات كثير بنتكلم عنها، لكن زي ما قلت لك حاولت اضغط كلها عشان اديها في ساعه واحده عشان نديكم كبسوله او تيبس عشان الناس تبدا تفهم فيها اكثر، تبدا تشوف نفسها اكثر، لانه أهمية زي ما ذكرنا إن هي ما على الصعيد الشخصي، أنت اللي لما تحمل الحاجة دي ما بتفيد نفسك بس، أنت حتفيد المجتمع اللي أنت متواجد فيه، حتغير من نمط ال ال الحاجة المجال اللي شغال فيه، إذا أنت مهندس، إذا أنت ديزاينر، إذا أنت زول مخرج، إذا أنت زول كاتب، إذا أي whatever أنت الخبرة الموجودة عندك، والممكن ده ممكن بالناس ما تحصل عليها التعليمية، ممكن تكون موهبة دي بتاعتك مين وأنت في الجامعة أو من قبل الجامعة. يعني لما أتذكر كان في واحد كان عنده موهبة إنه هو يعمل يعني يجمع مقاطع بتاعت فيديو من اليوتيوب، يخلي له حاجة جميلة كده، فهو زول من الثانية وعنده الموهبة. فالناس تشتغل على نفسها، تحاول تشتغل على نفسها، لكن أهم حاجة أهم حاجة أهم حاجة نبعد من تكرار الحاجات، نهتم بإنه في حاجة اسمها إبداع، في حاجة اسمها ابتكار، في حاجة اسمه شغف، بارف حاجات بتاعتك دي عشان انت تبقى لك مصدر بتاع دخل اضافي. لكن زي ما ذكرنا انت تكون عندك بعد ما انت تدرس الموضوع تماما وتكتسب المهارات اللي تتيح لك انك انت تبدا تستقل ماليا عشان لا تضيع زمانك وتضيع القروش بتاعتك. انا ممكن اترك المايك لانور اذا في اسئله موجوده عشان احنا ممكن نجاوب عليها، او لو هو عنده مداخلات ممكن نخش على بعض عشان نجاوب اكثر. فياريت يا انور تستلم المايك عشان نشوف الخطوه الجايه شنو. شكرا جزيلا استاذ هيثم على التقديم والتفريق ما بين الفريلانس والانتربرينور، واعتقد انه الجانب بتاع السكيلابيليتي برضو من الجوانب المهمه فيما يخص الانتربرينورز، مش كده؟ رواد الأعمال بيعملوا مشاريع قابلة للتوسع وقابلة لأنها يعني تستنسخ في حتات تانية، مشاريع مثلاً زي مشاريع على الإنترنت. يلا تستنسخ في حتات تانية، يلا عشان برضو الناس تنتبه معي، الاستنساخ ممكن تستنسخ مشروع لكن لازم تعمل اللمسة بتاعتك، تدخل حاجة. أنا طبعاً في نماذج أنا ممكن أذكرها لكن بتعتبر زي دعاية اليوم، لكن اللي هي أنك لازم تدخل، يعني أنت مثلاً إذا افتكرنا إذا تعاملنا عن المنشأة الستارت اب فيها جوانب بتاع التسويق، فيها جوانب بتاع إعلان، فيها جوانب بتاع إدارة، فأنت لازم تدخل حاجة فيها إبداع. إذا المشروع نموذج من مشروع ثاني لازم يكون عندك إبداع في الإعلان، عندك إبداع في الإدارة، عندك إبداع في التسويق، تدخل حاجة تدي حس الناس مختلفة عنه. تفضل يا أنور معليش. أيوة أنا قصدي الجانب بتاع السكيلابيليتي، إنه مثلا الحاجة دي يعني تكون رويالتي، مثلا أعمل لي اي نوع بتاع اعمال وممكن ابيع حقوق التوسع بتاع عملت المشروع، مثلا كان زي المحميه الطبيعيه دي. المحميه الطبيعيه مشروع جريء وجميل جدا جدا صراحه، انا شفت كم فيديو كده وعجبت جدا جدا بالجراءه بتاعت رائد الاعمال اللي هو اسمه منو عليه ذكرنا اسمه اكرم المارشال. صراحه عجبت اي ما اعجب، لكن هسه انا كمان يعني معجب زياده، لانه اعرف انه والله خزول ده باع صيدليه عباره عن ستيدي انكم، وقام جازف بانه يعمل المحميه دي يعني وراء شغفه كده. دي حاجه صراحه تستحق الاكبار ويستحق انه الناس تتعلم منها، خصوصا في حياتنا في السودان، والثقافه العامه دائما اندورسز اللي اسمه ده يعني مهتمه بالنقاطه، دارين ركشه، دارين مجازفه، مهم الحال حاجه عشان هنا المجازفات دي قليلين منها. لكن الغريبه في بيئتنا اللي بيجازف بينجح، مش كده استاذ هيثم؟ ايوه اللي بيجازف بينجح، ما عشان كده عشان كده قلت لك دائما رائد الاعمال نجاحهم، يعني امسك اغلب رواد الاعمال دي نجاحهم كان في انهم قبل المخاطره، اصلا هم قبل المخاطره هم ما بينجح. يعني النجاح بيجي انك انت عملت حاجه جديده مبتكره وانت باريت شغفك وسعيت فوق لحد ما حققت الحاجه انت داريها. يعني من النماذج العالميه ايلون ماسك لما بدا يدخل شغل الكهرباء في السيارات وكده،
الناس كان بيشوف انه حاجه غريبه لحد ما حسي عربات تسلا بقت عربيه مثلا رقم واحد في الكهرباء وفي الحياه الجديده كل مره نضيفه فيها يعني. فبجد احنا المخاطره اللي انا بتكلم عنها دي بتغير من شغل القطاع الخاص عندنا. احنا لو لاحظت زمان القطاع الخاص ده مدرسه بس ما برضه تلقاهم دائما بيشبهوا بعض, حياتهم قريبه من بعض حتى على مستوى رجال الاعمال. انا بسمي رجال الاعمال طبعا مسميين تجار, بس عندهم قروش ده عمل مصنع ده مش عمل مصنع زيه, ده عمل كده مش عمل زيه, لكن ما في زول حاول انه يخاطر بحاجه جديده حاجه ما في زول يعني. بعد ذاك الناس بتبدا تستنفخ. لكن بجد بجد احنا محتاجين لرواد اعمال عشان يباروا شغفهم ويقبلوا المخاطره. المخاطره زي ما ذكرت في بدايه محاضرتي والله بحرق عجله الاقتصاد يعني. احنا معولين على الشباب ديل ان هم ينطلقوا كرواد اعمال وكالفريلانس برضو, لانه دي بتغير نمط الحاجات, بتغير المنهجيات اللي بيستخدموها في الاداره. في المخاطر دي بتجيب حاجات جديده, حاجات احنا ذاتنا بنستمتع بيها نشوفها في السودان بتاعنا. طيب الحاجه دي هيثم برضو ممكن تسوق الناس لانه يفكروا في انه السوشيال سيكيورتي. الليله انا ده قررت انا استاذ جامعي قررت انه والله انا اجمب من الوظيفه شغال فيها دي غير السوشيال ستاتس ولا كده, وقلت يا اخي انا والله عندي مشروع وشغوف فيه جدا ودار عمله. في الوقت ده انت محتاج يعني هيلث كير سيستم, يعني هيلث انشورنس سيستم يكون والله خلوا احتجت اتعالج امشي اتعالج يعني, لانه الليل الشغل بتاعي بيوفر لي هيلث انشورنس وبالاسره والكلام زي ده. بعض مرات المجازفات قد تكون يعني ما منطقيه, ولا رايك شنو؟ أتفق معك, المجازفات مرات تكون منطقية. يلا دي في رأيك الأعمال نحن نسميها الفجوة المعرفية الجاب نوليدج. يعني أنت يعني ممكن المشروع أنت ذكرته ده أو أي مشروع أنت ممكن تبدأه في توقيت أبدر شوية فما بينجح. أنا بتذكر من حكاية اللي هي دعم ريادة الأعمال دي الناس بدوها من بدري لكن مثلا ما نجح لأنه زمن الجاب نوليدج كان ضعيف, كان في فجوة الناس ما قدرت تتقبل الحياة دي لأن كده ما خدت بيها. لكن القابل قدر ما يقل قدر ما حسيت إنه الوقت المناسب عشان أنت يعني تبدأ مشروعك هنا يبقى الواقعية بتاعتك. إحنا مثلا كان عندنا طموحات كثيرة من الخلال, لكن إحنا الحياة كنا نشتغل عليها مثلا مفهوم رياض مفهوم تطوير الأعمال زمان ما كان زي حسي مثلا بقى في أرض خصبة الشباب بقى متحرك بقى داري يعرف أكثر. فالمجازفة لازم تكون منطقية. لكن أنا واحد من الناس طالما أنت عندك القدرة أنك تجازف وتتحمل تبعات مجازفتك دي الناس تجازف. في فيديو شهير كده قال لي بتجازف ولا بتجازف مش كده؟ ما بتذكره. أي نعم بيجا مين كده. طيب في ندى مظفر موجود معنا بيتكلم عن قال إنه بيشوف نفسه كفريلانسر أكتر في الوقت الراهن. مظفر يا ريت لو المايكات يا شباب راح اعمل لها ميوت رجاء, لو في زول ما داري يتكلم يعمل ميوت لنفسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا, شكرا جزيلا يا اخ هيثم على المحاضره الجميله, وصراحه يعني انت شرحت لنا حاجه كثيره ووضحت لنا حاجات كثيره عن الفريلانسر والانتربرينورشيب. انا يعني كان عندي فكره عكس كده تماما عن انتربرينورشيب. كنت مفتكر انتربرينورشيب كله عن انه هاو تو بي ريتش, يعني يكون عندك بالثراء كده, لكن الليله وضحت لي حاجات كثيره وشكرا لك كثير. طبعا انا ايوه زي ما كتبت انه انا شايف نفسي انه اكون فريلانسر في الوقت الحالي ده, لانه يعني صراحه احس انا شايف انه انا ما عندي الفكره الواسعه دي ولا ما عندي الامكانيات العاليه اللي بتخليني انه اطور الفكره حقتي. مظفر يا ريت لو عرفت نفسك وريت البروفيشن بتاعك شغال في هذا المجال كده. انا طالب صراحه, انا طالب او يعني شنو working student, يعني انا طالب وشغال في نفس الوقت. وطبعا انا برا السودان, ما طالب برا السودان بدرس في الفلبين وشغال في نفس الوقت. يعني كنت شغال في اونلاين, شغلي كله كان اونلاين, وكنت شغال في بيقول له شنو, كنت شغال في MLM النتورك ماركتينج, عندي شويه اكسبيرينس في السيلز وكده.
فصراحة حسي شايف نفسي إنه أنا طبعاً إن شاء الله graduating حسي في ماي، هتخرج شهر ماي إن شاء الله، وشايف نفسي إنه أنا لو يعني أنا زول يعني لسه ما عملت work experience، قلت لو أنا مشيت للشغل بتاع الفريلانسر في الوقت الراهن ده ممكن أكون financial secure شوية، لأنه ما عندي التمويل الكبير اللي يخليني إنه أنا يعني open business ولا أعمل لي بيزنس يكون خاص بي كده. فقلت إنه أنا يعني في اللحظة الحالية دي إنه أشوف حاجة تخليني إنه أكون سيكيور، فشايف إنه الفرصة يعني إنه أكون فريلانسر في الفترة الحالية دي بتكون يعني إيجابية شوية، في حين إنه أنا لسه ما عندي experience واسع. وتاني وبرضه في نفس الوقت يعني شنو أنا يعني عندي أفكار، ويعني أفكار كلها نفسي إنه أجي أطبقها في السودان، يعني أنا والوالد وأخواني يعني عندنا أفكار كده في خاشة في الأجريكولشر في الزراعة وفي كذا حاجة، لكن برضه استير ما عندنا التمويل الكبير، وفي نفس الوقت يعني ما حنقدر ناخذ المرحلة بتاعت الريسك، لأنه على حسب كلامك الـ entrepreneurship ده دائرة زول يكون عنده مخاطرة، عنده قلب قوي. شكرا. شكرا يا مظفر. طيب هيثم عندك تعليق؟ تعليقي بس انه هأكد عليه عشان انا برضو يعني انا دونت هنا يعني انا اركز عليه يعني. انا زي يعني في حاجة كثيرة ممكن تحقق العائد المادي خصوصا في مجال احترافك انت شغال فوقه، لكن بتبدأ المسألة بتاعت انك انت تطور مهاراتك في انك انت كيف تختبر السوق، كيف تعرف السوق ده مناسب ما مناسب لك، احتياجاته شنو بالضبط. على فكرة ما حكاية انك تجيب حاجة جديدة او فكرة جديدة او عندك انت عندك مهارة معينة خلاص السوق ممكن تتقبل لو عملت له تعديل يتناسب مع السوق. فدي حاجة مهمة جدا جدا الناس تركز عليها، انك انت تعرف تطور مهاراتك في اختبارات السوق، فدي الحاجة انت محتاج لها حاليا، في انك انت كيف الخبرات اللي عندك في 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 الليفل اللي انت فوقه ده كيف انك انت تختبر السوق عشان تقدر تختلقه تدخل لمستك في السوق. بعد ذاك انك انت كيف تكتشف انه الحاجة اللي عندك دي تكون مصدر قيمة، يعني انت عملت اختبارات السوق اوريدي تمام خلاص، انت الحاجه اللي عندك الخبره اللي انت وفرتها لحد حسي، المهارات اللي عندك حد حسي كيف تكون تخليها عندها قيمه عشان انت تقدر تسوقها للسوق اللي انت مستهدفه. انت دائما هتفكر في انك انت يعني اكثر حاجه بتخليك تدخل السوق انك انت يعني يا اما انك تلقى لك مشكله تحاول تحلها او تخلق مشكله تحاول تحلها للناس، فدي هنا انه بتخلق القيمه في الحاجه اللي انت عندك في مداخلتك لك البسيطه. يعني زي ما انت ذكرت يعني الحاجه اللي انت عملتها دي حاجه كويسه جدا جدا، وانا ذكرت ان الزول يكون واضح مع نفسه، ما بدك تواضح مع نفسك، انت بتدخل نفسك في متاهات كثيره، وضوحك مع نفسك بيحدد الخطوه الثانيه انت بتعملها شنو، وقت الحاجه تقوم تكتبها يعني الشغف بتاعك هو شنو، الرؤيه. ما انا بدي اتكلم يعني في حاجه كثيره ممكن اضرب مثال يعني حتى على مستوى الحكومه، لكن الواحد يكون عنده رؤية بتحدد انت خلاص دار شنو، دي رؤيتي في الحياة خلاص انتهت، دي رؤيتي في الأعمال انتهت، دي رؤيتي في الدراسة انتهت. اديك العافية. هيثم يعني ما في مشكلة، لا حجر في انك تضرب أمثلة بشركات ولا برواد أعمال ولا بفريلانسرز، لأنه الهدف بتاعنا هنا ده ما تسويقي أو ترويجي، الهدف بتاعنا انه الناس تعرف بالضبط الفرق بين ده وده وإلى آخره. طيب أنا عندي سؤال هنا، إذا كان يعني رائد الأعمال ممكن يكون ودين المؤسسة داخل المؤسسة، يعني بالضرورة أنا أخلي الجامعة والمؤسسة اللي أنا شغال فيها وأمشي أعمل لي فينشر جديدة وأبدأ لي ستارت أب جديدة ولا كده، ممكن أعمل الكلام ده وأنا قاعد برضو، مش ممكن الزور اللي يكون شغال يعني بصورة بتاعت مرتب كل شهر مش برضو ممكن يكون فريلانس؟ هو فعلا يلا ما عشان كده انا ذكرت حاجه مهمه جدا اللي هي انه البيئه اللي انت عايش فيه اللي بيحدد، يعني زي ما انت ذكرت الزول يكون شغال من ضمن المؤسسه دي. طيب انت من ضمن المؤسسه دي عقليتك عقليه رياده اعمال، لكن لانك انت مرتبط بزمن معين بسكجول معين
بمهام معينه او باحتمال بقيود ادبيه معينه في انك انت مثلا ما حتقدر تعمل حاجه. فانك انت في الحاله دي حتقوم شنو؟ تقوم انك انت تكون ملتزم في الجهه اللي انت موجود فيها، لكن تشتغل فريلانس للناس المحتاجين. انا تعرف الفريلانس اللي هو شنو؟ بيزول ببادل الزمن والمعرفه اللي عنده مقابل قروش. فهو الفريلانس بيشتغل في الزمن اللي مثلا ما بيديه للمنشاه اللي هو شغال فيها. انت عندك زمن فراغ من الساعه 3 تقول لحد هي المساء، فانت بادلت زمنك وبادلت معرفتك في الزمن اللي هو انت ما بتديه للمنشاه دي، تمشي تديها لجهه ثانيه. ف عقلية ريادة الأعمال هو بيستفيد من الفرص ويقبل المخاطرة. فأنت هنا أوريدي خلاص ريادة أعمال حتى لو اشتغلت فريلانس، لكن في النهاية أنت دخلت الحتة بتاعت الريسك والحتة بتاعت الإبداع والابتكار في شغلك. فيلا هي الموضوع شنو؟ في لحظة تبقى فريلانس، في لحظة تبقى انتربرينير، لأنه البيئة بتاعتنا دائرة كده، دائرة أنك أنت تكون بالكيفية دي بالمرونة ذكرناها قبل، زوري يحب الحرية والمرونة، فأنت حققت الحاجات دي كلها. شكرا جزيلا. طيب في محمد حسن هنري رافع يده تفضل. السلام عليكم. شكرا يا دكتور انور وشكرا لك يا استاذ هيثم. انا صراحه بس انا من زمان مهتم بموضوع رياده الاعمال ده، وعندي بعض المشاريع في راسي كنت اتمنى بحاول اطبق فيها لي فتره طويله، ولكن دائما بتقف لي بعض المشاكل. من ضمن المشاكل اللي هو موضوع التمويل، طبعا عارفين انه في مصادر بتاع التمويل كثيره من ضمن التمويل الشخصي والاسره وبعد كده حاضنات الاعمال والاشياء دي، وللاسف هي في السودان يعني احتمال انا ما بعرفها لكن ما توفقت في الجانب ده. الحاجه الثانيه دائما في اشياء كده في المخاطر زي السوق، عدم استقرار السوق، عدم استقرار العملة في السودان. مرات بيكون عندك حاجة فيها تكنولوجيا بتلقى برضو حتى حصر التكنولوجيا محددة موجودة في السودان. بس عايز أعرف أنا الحلول الممكنة، مثلا مرات حاجات مثلا تعتمد على الشغل بتاع اللوجيستيك، تفكر في المشاكل الممكن تظهر لك زي مثلا عدم توفر الوقود والأشياء دي. بس عايز أعرف الحلول يعني او ارشادات. طيب انا اول حاجه في الجزئيه بتاعت التمويل، انا الحاجه اللي قدمتها في محاضره يعني انا حاولت قلصتها عشان السودانيين يفهموا حته التمويل لاربع حتات، لاربع طرق للتمويل. واحده من الطرق اللي هي كراود فاندنج اللي هي التمويل الجماعي، اللي هي دي برضو على فكره الحقيقه بتكلم عنها دي كلها نحن ومجموعه من الشباب ساعدين فيها نحققها يعني في السودان. اللي هي واحدة منهم انه زمان مثلا في جهات خلاص يا اخي تجي تروح المشروع بتاعك يا اخي انا والله عندي مشكله بتحل لي مشكله الوقود او مشكله الترحيل في السودان، المشكله بتاعتي 1 2 3 4، وتكون في جهه بتقيم المشاريع دي بيقول لك والله خلاص يا اخي انا كهيثم الكاشف ده والله بساهم معك، ما دام انك حي بس انا بساهم معك عشان عجبت بالمشروع بتاعتك، والله بساهم معك مثلا ب 10000 جنيه دكتور انور والله قال لك مشروع ده جميل انا بساهم معك ب 15 20000 جنيه. هو قال طب انت بدات تمول التمويل بتاعك حيث طبعا في السودان ما في، لكن انا بتكلم انه الناس تفهم الحاجات دي ماشيه كيف، لانه حاليا في لحظه من اللحظات حاليا حاليا السودان يعني احنا مقبلين على انفتاح خارجي كبير يعني. الحاجه الثانيه اللي هي تمويل المخاطر، تمويل المخاطر ده برضو من الحاجات اللي ما موجوده في السودان، اللي هي شركات كبيره زي البنوك تحرر لها المشكله بتاعتك بيساهموا معاك بدون قروش، لان هم عارفين ان هم بيساهموا في 10 مشاريع ممكن 5 مشاريع منهم بيجيب لهم عائد 5 مشاريع تفشل، لكن في النهايه بيساهموا بيكونوا شركاء معاك في المشروع بتاعك لفتره زمنيه معينه. يعني مثلا يبدوا معاك ب 50% او 40% تتخلص مثلا في خلال 10 سنين لحد ما يبقى زيرو، لكن في النهايه بيكونوا عوضوا الحياه بتاعتهم بدون مخاطر الفينشر كابيتال. الحاجة الثانية دي السودانيين ما عارفينها لكن حاجة مهمة جدا هي المسابقات. يعني في جهات كثير لأنه عالم دون عالم واسع تطلع مسابقة دايرين مثلا ناس، أنا طبعا شغال في الجامعة النروية خبير الأسواق الأفريقية، دائما هم بيبحثوا مثلا عن ما عندهم مشاكل، طبعا بيحاولوا يستوردوا مشاكل من برا، بيقول لك يا أخي كده ورينا مشكلة التعليم مثلا في القارة الأفريقية، مشكلة المياه توفير المياه في القارة الأفريقية، عشان هم يشتغلوا عليها يجدوا لها حلول وبعد ذلك يسوقوا لها لمنظمات ومن هي يشتغلوا في السودان.
المسابقات دي في مسابقات مستهدفه مثلا للمنطقه، احنا عندنا ميزه بالمناسبه اللي هي مثلا اذا هي مسابقه لدول عربيه بتشارك فيها، اذا هي مسابقه لدول افريقيه بتشارك فيها، هنا عندنا ميزه نسبيه للسودان. فبتكون في مسابقات كثيره بتطرح وبيكون فيها قروش مجديه يعني، في عربيه وفي افريقيه وفي عالميه، فانت بتشارك بالفكره بتاعتك، بيكونوا طرحين نوع من النموذج المشكله المشاكل اللي هم تحل عليهم، بيمولوا المشروع بتاعك، بيدوك قروش ما دايما لك حاجه. ده النوع الثالث مسابقات. النوع الرابع اللي هو بيسموها انجل انفستمنت، اللي هو التمويل الملائكي. الملائكي دي اللي هو زول مثلا سوداني عنده قروش كثيره، لكن مثلا لظروف ما حس انه في مشكله في القريه بتاعته، لما يجي يلقى زول شاب عنده افكار ممكن تعالجه المشكله دي، وهو بفكر ان المشكله دي المفروض تتحل في كل الحتات، فبيقوم بيساهم معك باعتبار انه مشروعك ده مشروع ممكن يحقق حاجه. ودي احنا الحاجه اللي بنتمناها من الشركات الكبيره الموجوده في السودان، انه في المسؤوليه المجتمعيه زي المثل الصيني بتاع انه ما اديك سمكه لكن اعلمك كيف تطبخ سمكه، انه يفرض الحاجه طالما هم يطلعوا قروش للمسؤوليه المجتمعيه تكون في مشاريع زي دي، يفكروا في الناس ممكن يحلحلوا مشاكل يقوموا يمولوهم. دي اربع طرق بتاع التمويل ما موجوده في السودان، لكن زي ما ذكرت انا ومجموعه من الشباب شغالين عليها ان شاء الله، ترى النور يعني مجموعه كبيره، في ناس نحن مجموعين بجروب شغالين، ومتاكد انه في ناس زينا شغالين، لانه ما شاء الله الشباب افكارنا واحده كلها. اما زي ما انت ذكرت المشاكل اللي هي بتاعت البلد دي، ما في حلول يعني، ما بنلقى لها حلول مباشره نحن، لكن بيجي يتوقف على، نحن بنتكلم عن مشروعك، هو هل هو مشروع ستارت اب؟ لو ستارت اب معناته حاجه فيها انوفيشن، فيها ابداع كرياتيف، وفيها ريسك، فيها مخاطر. بعد ده العوامل الثانيه تيجي تتوقف عليك انت، ان والله زي ما ذكرنا انه الفتره دي ما مناسبه انه انا اشتغل الحاجه دي، فممكن تاجله للسنه اللي بعديها او السنه اللي بعد البيئة. لكن مثلا حلول ليها لو دي مرتبطه بالسياسات العامه للدوله. وكان في محاضره في صفحه يلا هوب، واحد بيتكلم عن السياسات، ان هو انه في 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 اتجاه بتاع الناس تحاول تشتغل على السياسات بتاعت الدوله ذات ان هي تكون دائما، حتى لما بتلاحظ في امريكا وفي الامارات وفي السعوديه في كل الدول دي، لما تيجي تشوف في الاخبار دائما يقول لك ان والله يا اخي قرروا منح كذا كذا للشركات الصغيره والمتوسطه، ان هو للتعافي من مخاطر كورونا، لانه لازم يكون مستقر ويوفر لهم الحاجه دي، احنا ما عندنا الحاجه دي فللاسف. لكن انا بتكلم عن انه يعني انت لما تجيب مشروع، فانت بدات تبذل البذره في السودان لحاجه جديده، الناس بدات تشتغل على فك الحاجه. الرائد الاعمال ما بفكر انه والله يا اخي انا احقق ارباح، هو بفكر انه يحقق انه يخلق فرص عمل، وانه يخلق حاجات جديده في البلد اللي هو او المجتمع اللي هو عايش فيها. ده انا طموحي، اعمل حاجه جديده حتى ولو ما استفيد منها، لكن يجي بعد يستفيد منها، ده رائد اعمال، وبعد ذاك انه اخلق لي فرص عمل لغيري. فالمشاكل اللي انت بتواجهك دي ممكن تبقى فرصه لزول ثاني يخلق بزنس ثاني جديد، يعني كيف انه والله يوفر وقود لرواد الاعمال بصوره معينه، يسعى للحكومه يتكلم معاهم كده، يجتهد معاهم انه والله يا اخي في حصه، زي ما في حصه للمزارعين يكون في والله في حصه لرواد الاعمال مثلا. ده يلا بتبقى جهه ثانيه، طرف ثاني يشتغل عليه. عشان كده بقدر الامكان احنا لو قدرنا حاولنا الناس اللي بيشتغلوا في مجال البيزنس، وده كان احنا طموحنا من زمان، مين تخرجنا كان عندنا مبادره اسمها تطوير الاعمال في السودان، تكون في جهه عليا شراكه ما بين القطاع الخاص والحكومه، انه هو تنظم الحاجات دي، انه كيف نحن مثلا جهات ما تستفيد من نصيبنا نحن كرواد اعمال او كناس بعدين بزنس صغير، يعني في جهات كثيره ممكن تستفيد من حقنا، التمويل اللي في البنك ده بيشيله هم، المفروض نحن نكون عندنا جزء من التمويل ده بسياسات تخصنا نحن. فالموضوع شائك وكبير، لكن الناس ما تتوقف على ما هي تفكر وتشتغل. في مشروع ممكن تاجله تشتغل على مشروع ثاني، لكن انت عقلك بيكون لسه شغال. اذا في سؤال ثاني، يعني احنا في 2014 15 16 لحد 17 عمر محمد ادم الامام دكتور، هو ال اتش ار بارتنر في سيجا او دال فودز، وايمن سيد احمد المصباح وشخصي انا، ده كان شاركنا في مساحه عمل مشتركه اسمها سودان ستارت اب هاب،
وبعد ذاك ايوه كنا بذكر عملنا حاضنة للأعمال اسمها بيزرا، بذرة حاول ذكرها. وفعلا هاي عملنا زي فتحنا باب بتاع استمارة للناس اللي عندهم مشروعات وحابين يحتضنوهم وكده. والكلام ده أخذ مننا تقريبا زي 3 سنوات ويمكن تقريبا 60,000 دولار. دي كلها اسم هب الريح يعني، لأنه البيئة بتاعت السودان الإيكو سيستم بتاع ريادة الأعمال وبتاع الأعمال بصورة عامة، من ناحية بتاعت قوانين، من ناحية بتاعت تمويل، من ناحية بتاعت استقرار سعر الصرف، من ناحية بتاعت جدية ورك إسكس بالنسبة للشباب نفسهم رواد الأعمال ورائدات الأعمال، كلها حاجات طلعت فيها مشاكل. احنا تعلمنا طبعا ده هارد واي يعني، تعلمنا بالتجربه وتعلمنا بالخساره. وبعد ذاك يعني كنا مستعدين جدا لانه نتشارك التجربه بتاعتنا الفاشله، لانها تجربه برضو، الفاشله والناجحه الاثنين تجارب، والاثنين يا اما انا اعلمك كيف تنجح يا اما اعلمك كيف تتفادى الفشل يعني. وكان في واحد من الناس المنتورز المرشدين بتوع حضنه اعمال بزرة اللي هو اخونا وحبيبنا طلال خوجلي. طلال سي دخل الجلسه دي وهو عنده راي في موضوع رياده الاعمال بصوره عامه، فانا ممتاز. داير اخليه يعني يتوجه المنصه. تفضل يا طلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ودي فرصه طيبه يعني زول يشوف الحديث الجميل الشيق اللي قال الباشمهندس والموجود حاليا. بالنسبه لرايي في رياده الاعمال في السودان عموما، اعتقد ان الناس شغالين بالجانب الاكاديمي او البيزنس موديل اكثر من البراكتيكاليتي بتاعتها. وبتكلم عن الايكو سيستم، حاجات كده صعبه جدا. ما انه يا اخي السودان محتاج لمشاريع صغيره الناس تاخدها على بيزنس موديل وتسميها الاسم الحقيقي، لانه الناس ماشيه في الانتربرنور شيب ك يعني موضه كده، ترند عالمي مور ذان بزنس ذات كان ميك بروفيت. فلو لقينا يعني، انا ما راح احكم على كل التجارب في السودان، لكن انا كنت طلال يا ريت برضه تتكلم تدي خلفيه وزع عن الخبره بتاعته وكده على اساس انه الناس تعرف تجاهل منه. تمام. انا طلال مصطفى خجلي، انا اشتغل عندي اكثر من 18 سنه او 20 سنه في عالم المبيعات والتسويق والبزنس ديفلوبمنت في شركات مالتي ناشونالز وشركات لوكال. كنت في فيليبس، في كوكولا، وفي صافولا السودان. كنت جنرال. ما سامعني الصوت واضح؟ الو، الصوت واضح. واضح واضح واضح. اي تمام تمام. وكنت برضو المدير العام لشركه صافولا السودان، البيزنس ديفلوبمنت لشرق افريقيا في فيليبس. الباك جراوند بتاعي هو في البيزنس ديفلوبمنت، في السيلز، في الماركتنج، في الكور بيزنس بتاع البيزنس. برضه كان عندنا نشاطات ثانيه كنت فيها اللي هي منتور في بيزرا، ولا بحب دائما اشجع الناس على انه يا اخي تطلع من المجال بتاع الوظائف، المجال بتاع المشاريع والبيزنس الصغيره، خصوصا في دوله زي السودان ما عندنا نحن مساحه بتاع التوظيف عاليه، او حتى الوظيفه ما مجديه وما كافيه الدخل بالنسبه للناس، فالناس محتاجه تمشي في المجال ده. كنت متحمس جدا لما اكتشفت الكوميونتي بتاع البيزنس، السمول بيزنس في السودان، وبقدم كنت نصايح للناس خصوصا للمجال بتاع التسويق والمبيعات في الحته دي. ده الباك جراوند كده بسرعه خفيفه. حاليا انا طلعت من السودان خارج السودان في رومانيا. الكتاب برضه انت نشرت لك كتيبين عن ال عن ال مبيعات المبيعات. عملت كتابين، واحد اسمه المندوب الحريف والثاني اسمه المشرف الحريف. كتب متخصصه في مجال المبيعات، تتميز بانها هي مور براكتيكال ذان اكاديميك. فيها الجانب الثيوري طبعا موجود، لكن بتعتمد على از جايد لاين باسلوب بسيط ومبسط، انه الناس ممكن تستخدمه في المهنه بتاعت المبيعات عموما. يعني اي زول ممكن يقراه ويقدر يشتغل في المجال بتاع المبيعات. ولو عايز تبقى مشرف الخطوات شنو، حاليا شغال بكتب في الجزء الثالث من الكتاب اللي هو المدير الحريف من خلال رؤيتي على الموضوع ده. وزي ما قلت انا رؤيتي ان احنا عندنا في السودان احنا اكاديميا وثيوريتيكلي ون اوف ذا بيست ان ذا وورلد. انا كان جارانتي ذات يعني، هو اشهد بالشهاده دي انه على المستوى الاكاديمي والتحصيل العلمي والمعلومات العلميه والاكاديميه احنا ناس ممتازين جدا. لكن اللي بينقصنا في السودان عشان المشاريع دي تشتغل هي الجانب البراكتيكال. وحتى
المشاريع انا لاحظتها بدات في مجال الاشياء الصغيره دي كلها كانت فكرتها ممتازه، الناس بيلقوا التوجيه والتدريب، لكن المشاريع ما بتستمر وبتعمل بروفيت، ودي الحاجه المهمه جدا انه المشاريع دي تعمل بروفيت او تعمل على الاقل بريك ايفن عشان تقدر وخلال 3 سنين ممكن تشتغل تبقى بروفيتبل بزنس. انا الحياه كلها شفتها كانت في الاتجاه ده، واكد انه نحن الناس محتاجه للقطاع ده، محتاجه الشباب يلقوا دعم اكثر، يلقوا توجيه اكثر، يلقوا نماذج او بزنس موديل فعلا اشتغلت وجابت ريزلت. فدي ببساطه كده اللي انا ملاحظتي في الفتره الفائته. ولو عندك اي سؤال وعايز تسالني سؤال اي حاجه ممكن تسال والناس اجاوبك، اذا عندك اي حاجه على تعليق على الارض. هيثم لو في اي. والله يا اخي انا حيي، وانا طبعا نفس كلامك يعني صراحه، انا في كل محاضراتي انا ذكرت الحاجه دي، نحن محتاجين في السودان يعني الناس تركز اكثر انه نحن في الاريا بتاعت سمول ميديوم انتربرايزز، يعني رائد اعمال شويه متطلبات وحياته كثيره، لكن انا اتفق معك تماما في انه نحن ناس كده. والله انا بعرف ناس على مستوى عالي جدا، يعني انا يعني اشتغلت معه مثلا في زول بروف بتاع ماركتينج، وزول ما شاء الله عنده شبكه علاقات وعنده حاجه كثيره. لما يجيني في تفصيل بتاع مشروع صغير، هو عمل خدمي، يعني بمنظمه صغيره شغل خدمي كده، في جيل التسويق يعني حصل لنا شويه انه ما بدنا نتوافق معه، لانه يقول لك يا اخي انا الحاجه دي بدر فيها، انا الحاجه دي بسويها، انا الحاجه دي بفعلها. لكن لما نجي في فعليا الحاجه كلها غلط، انت ماسك المفاهيم اكاديميا كده، واحده زي الواحد يساوي اثنين، حاجات نسويها كده انت درستها وعملتها، لكن فعليا في ارض الواقع ما في. لكن بجد نحن محتاجين نركز في الاريا دي. وانا بشرك بالمناسبه يعني نحن في ناس من الناس اللي عايشين برا يعني، وشغالين في منظمات كبيره جدا لها علاقه بالحاجه دي، دائره تجي السودان، يعني هم بيجوا وجايين معاهم الثقل بتاعهم انه هم في مجال تنميه القدرات، الشراكه مع الحكومه. والمناسبه كان المفروض كان عندي علاقات مع الحكومه، يعني مكاتب وزاريه كثيره، لكن نرجع كورونا قلت الحاجه دي، لكن جاهزين انه هم يشتغلوا الحته دي عشان الناس تبدا تشتغل، يكون في زي ما ذكرت انه بيكون عندنا نماذج مشرفه كثيره ان هي دخلت السوق وغيرت في النمط بتاع البيزنس. يعني ممكن يكون في نماذج نجحت في القطاع بتاع الميديا، لانه زي ما ذكرت قبل يعني لاحظنا في 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 شركات بتاعت ميديا بتاع اعلانات كثيره ظهرت واشتغلت، مثلا في شباب ديزاينر ايش بده يشتغلوا، فبقى في تغيير في بعض في بعض القطاعات، وان شاء الله ما يتوسع اكبر ويكون عندها نماذج اكبر، الناس تتحرك اكثر ان هي تحاول تشتغل تطبق حاجات زي ما انت كنت تحقق ارباح. انا تعاملت مع مجموعه من الشباب، حتى كان عندهم تمويل من الامم المتحده ازمنتر مرشد لهم، لكن حسيت انه انا قادر احاول اصارعهم لكن هم مصرين، يعني ما دليل ينفتحوا معي عشان يغيروا من بعض التفاصيل، عشان انا كبزنس ديفلوبر عشان يشتغل معهم عشان يقدروا ينجحوا في المشروع، لانه هم جايين تمويل اوريدي يعني، لكن لقيتهم مصرين. فقلت لهم والله انا انسحبت، لكن مشروعكم ده يعني within سنه ممكن بعد ذاك تفشلوا، ما تمشوا لقدام، وفعلا خط كان يعني. فده مثال يعني، مجموعه من الشباب جابوا لهم فكره ولقوا التمويل، لكن ما تعثروا لان البيئه الخارجيه لا، بس تعثروا هم داخليا في مشاكل الاختيار وفي بعض التقنيات في الماركتينج في الاداره في الاوبريشن خلوهم يفشلوا يعني. دي مداخله بسيطه يعني. شكرا جزيلا لك. طبعا انا عمار يعني يسمونه ده طلال، دائما بقول لي اخي احتمال انت تكون نيجاتيف. انا اكمل درس ولا امشي؟ انا رياليستيك. طيب يا شباب الناس، بس ممكن الناس لو ما محتاج المايك ممكن تعملوا في الميوت، احنا حاسبين المايك للناس كلها على اساس انه لو في زول ما يحتاج انه يفكوا كده. فامجد هاشم حبيبنا يا المولع برياده الاعمال، تفضل يا دكتور. عندك كم اول حاجه؟ 30 ثانيه، دقيقه ونص. عندك دقيقه ونص، يلا.
طيب اول حاجه للاسف يعني انا بسبب ظروف ما كنت يعني بقدر يعني احضر بصوره متواصله، ففي يعني حاجات مهمه فاتتني وما قدرت استفيد من استاذنا وحبيبنا هيثم. دكتور انور طبعا بيعمل حاجات يعني الحاجات المحتاجيه دائما بيعملها، ونشكره يعني انه بيسرد معرفه دائما عندنا يعني بمجهود الوافر. انا عندي 3 نقاط على السريع اتكلم فيها وبدون اي بدون ما ادخل في تفاصيلها يعني، واتمنى الناس تفهمني فيها. ما لمسته في المعرفه بتاعتي انا وفي الخبره بتاعتي انا في الموضوع بتاع رياده الاعمال، مشكله اساسيه عدم وجود المصادر المعرفيه التطبيقيه العلميه لرياده الاعمال او المشروعات الصغيره والمتوسطه. يا جماعه الباحثين السودانيين بيعرفوا قيمه المعرفه والنو هاو يعني شنو. الناس بتدفع الاف الدولارات عشان تقدر تاخذ معلومات وتقرا كتب ويقدروا يبنوا ايكو سيستم للمشروعات الصغيره ورياده الاعمال في السودان. نحن الشرق الاوسط كله ما عنده مصادر معرفيه. اي واحد دار يدرب في المجال او يقدم معلومه بيدق الانترنت بيطلع مقال من سنه 83 بيعمل محاضره او يدفع مئات الاف الدولارات عشان يشتري معرفه، ونحن ما عندنا قروش ولا في الشرق الاوسط ما في زول عنده بيقدر القيمه عشان المعرفه. يبقى يا جماعه نحن واحده من مشاكلنا الاساسيه عشان نبني بيئه او نبني ايكو سيستم او نبني نظام للمشروعات الصغيره او للفريلانسر او لنشر ثقافه العمل الحر، انه نحن ما عندنا مصادر معرفيه. الباحثين السودانيين يا جماعه الناس الثانيين عليكم الله، عايزين انتم نبني اي مجال سكوا زي الناس الباحثين السودانيين دي. لانهم يا جماعه دي عباره عن معرفه بملايين الدولارات، في عباره عن جروب فيه ملايين الدولارات. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انا على المستوى الشخصي يوم 13/7/2014 قدمت لماجستير عن دور رياده الاعمال في التنميه المستدامه، واشتغلت وعملت بحث براكتيكال وعملت كوتشينير في السودان، عملت استبيان في السودان لعدد كبير جدا. كنت بناقش في البحث ده حاجه كانت مهمه، اللي هي انشاء نموذج لرياده الاعمال في السودان، وانتهيت منه. ال 30 ثانيه الباقي لي دي عايز اناقش النتائج اللي انا طلعت بها. واحد، انه يجب انشاء منظومه تتبع لرئاسه الوزراء في السودان اسمها مش اي حاجه، الهيئه الوطنيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال. دي بمثابه وزاره، دي هي بتسن القوانين والتشريعات للايكو سيستم في البلد. ده هو اللي بيشوف عمليه التمويل، ده هو اللي بيشوف العمليه بتاعه السوق ودي دراسه الجدوى وغيره. يجب انشاء هيئه عشان الناس تقدر من خلالها تقدر تعمل اي حاجه. نمره 2، في حاجات عندها علاقه بالموضوع اللي انا قاعد اتكلم عنه ده، يعني معلش انا يمكن لو طلعت بره شويه عن موضوع المحاضره، اللي هو يا جماعه الجامعات الرياديه، البحث العلمي، الحاجات دي كلها عندها علاقه وعندها ارتباط موجود ببعض. اخر نقطه يا دكتور انور، لما الليله الاستاذ هيثم الكاشف بيتكلم عن الفريلانسر وبيتكلم عن رواد الاعمال، هو مش بيتكلم عن نشر ثقافه العمل الحر؟ ثقافه العمل الحر مش هي الخاصيه الوحيده المشتركه ما بين الفريلانسر والانتربرينور؟ دي اقوى حاجه بتربط بيناته. طيب نحن لما نتكلم عن نشر الثقافه معناته بنتكلم عن ميديا، الميديا هي مسؤوله عن نشر الثقافه، ولا الباحثين السودانيين ولا الوزارات ولا الهيئات ولا منظمه ولا الموارد البشريه الوزارات ما ما, ما مسؤول عن نشر الثقافه، المسؤول عن نشر الثقافه هي الميديا. والمحتوى الجيد عشان ننشر الثقافه عشان بعدين يكون عندنا فريلانسر ويكون عندنا انتربرينورز. اتمنى يعني يتم التوجيه نحو يعني انتاج محتوى معرفي اعلامي جيد عشان نقدر ان احنا نستفيد ونحن نتعلم ونقدر نعمل حاجه. انا شكرا جزيلا، وانا عايز استمتع بباقي احنا عشان نتعلم منكم اكثر يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك يا عمي، يعطيك العافيه يا اخي. تفضل استاذ هيثم لو عندك تعقيب. والله يا اخي امجد هاشم ده بتحفنا دائما بكلامه الجميل ده، وانا يعني كلامه حقيقي يعني. انا بس في حاجه حقولها هو مثلا ما قالها، يعني بجد انه نحن بتواجهنا مشكله، يعني لما نجي نحن نتكلم عن رياده الاعمال في ناس مشوهين المفهوم. يعني انا قبل كده خاشي في مداخله بالتلفون،
فالزولة تتكلم يعني هي عاملة فيها بتاع كذا. أنا قلت إنه مثلاً نحن معتبر بتاع الدكان بتاع اللبن اللي إحنا كلهم معتبرين رواد أعمال. فالفكرة ذاتها غلط. إحنا قاعدين كلنا ميتين. طلصت بها. رائد أعمال ده. أيوة يعني قلت له يعني ما أعرف حاولت لكن يا أخي مفهوم ترى ما ده مفهوم. الواحد يكون واضح يعني مثلاً يكون واضح مع نفسي أنا حاسس في مجال السمول إنترفايسز أنا في مجال شركة صغيرة أو مشروع صغير. لكن ما رائد أعمال ما يزول بيعمل لي حاجة. يعني فهذا يقول إنه مش في الدراسة عمل الشركات عمل ليش ما عمل ده خلاص بيك ستارت اب. طيب وين الريسك في الحاجة بتاعتك؟ أنت لازم تعرف. والحاجة اللي قلتها في محاضرات سابقة إحنا ما بنتكلم عن السودان حاليا بنتكلم عن 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 حاجة كده بتتعامل مع مجتمع خارجي. يعني هذا وقت بضحك لما يلقى مثلا شركة شنو كده مثلا عالمية وهي تكون مثلا بتتاجر في حاجة محلية. يعني ف الناس تفهم للمفهوم زي ما قال لازم نحن يكون عندنا شغل في الميديا نوجه الناس المفهوم الصح. انت تكون واضح مع نفسك خليك واضح مع نفسك في الحياة اللي تعملها فيها. لازم انت تعرف انه لازم في مهارات معينة تتعلمها عشان انت تقوم تشتغل عليها مش تمشي تقرأ عنها صراحة. يعني الواحد بيتعلم من الآخرين. يعني انا حسي انا بقدم لايف لكن انا برضو استفدت من اللايفات بتاعت الباحثين السودانيين ويشكروا عليها جدا جدا. في معلومات كثيرة كانت غايبة عني ببدا ابحث عنها عشان انا اقدر يعني يساعدني في ان انا اتخطى في الحاجه اللي انا مقبل عليها. يعني فبجد نشر المحتوى ده الحاجه مهمه جدا جدا. وفي الحته اللي هو ذكرها بتاعت الهيئه دي تحديدا بجد يا انا اقول لك ابشرك يا امجد وابشر كل الشباب دي والله في يعني شخصيه سودانيه وكان المفروض يكون حاضر لكن قال يا اخي والله يا اخي انا زماني ما بسمح. لكن الزول ده تحت يده قائمة ناس مستعدين يدعموا الهيئة دي بس هي تتكون. يعني قال حيطل يعني ممكن يطلعوا الناس ياخذوا بناء قدرات يتعلموا وممكن يتوجد لها تمويل ويتعمل لهم حاجات كثيرة. ودي برضو فرصة أنا أحيي بها بروف شريف في مدينة أفريقيا التكنولوجية. يعني هو برضو مقبل على حاجة زي دي انه ينطلقوا في المجال بتاع المشاريع الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال. لكن في بجد احنا محتاجين الهيئه دي زي ما ذكر امجد هاشم تبدا بدايه صحيحه تكون هو شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. مش انا بتكلم عن شراكه بتاع انه يعني يجيب لنا ناس من هنا ومن هنا وخلاص. لانه بجد يجيب لنا ناس مناسبين يمسكوا الحاجه دي عشان يشتغلوا على النو هاو زي ما قال امجد هاشم عشان نحن ننهض الحاجه دي ما بتنهض براها. احنا دورنا حسب نشتغل في الميديا نعمل لايف هنا بنعمل لايف هناك بنوري الناس عشان تستفيد. لكن لما يكون الحاجة على مستوى الدولة وفي حاجة اسمها اي فور بوليسي في افريكا في واحد اسمه يوسف يحيى برضه عامل حاجة دي اللي هي بتكلم عن البوليسي من 2016 هو متابع الحاجة اللي بتكلم عن السياسات يعني مركز في الجزئية دي. انا بعرف شخصيا لكن مؤخرا عرفت انه هو شغال على الحاجة دي. انا يعني بعرفه في نيو عامل حاجة اسمها تقريبا سافانا طبعاً لاب إنوفيشن لاب تقريباً حاجة بالشكل ده. وعندما هو تقريباً زي بيج تقريباً ما متأكد خالص. المهم يوسف يحيى في السودان. يوسف يحيى. ما أعرف لكن حتى لو هتحس لو عملت سيرش I for policy I ورقم 4 policy تلقى وهي زي organization كده شغال على بيركز في الموضوع بتاع البوليسي. فا يعني صاحبنا ده والدكتور ده إن شاء الله ربنا يوفقه يعني جاهزة يعني التمويل للهيئة دي بس إنه الحكومة تقعد ويشتغلوا على الحتة دي. حتى نحن لما سألنا هل الحكومة السودانية عندها تعريف للسمول ميديم انترفايسز ما في. يعني قانون الشركات لما تيجي تمسكوا كده ممكن تصنف لك أسماء الأعمال ممكن تصنف لك الشركات وأحجامها لكن تعريف تحديدا كده في أعمال أو الستارت أب أو سمول ميديم انترفايسز ما في ما في ما في تعريف للحاجة دي تحديدا. فقال دي أول نقطة نحنا ندخل الحاجة دي في القانون اللي نعرفه عشان نقدر نشتغل عليهم. فدي كلها بتبدأ من الهيئة دي. فإن شاء الله يعني بعد ما الأمور تتحلحل كده والأمور تلوك شوية الحاجة دي بتجي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أحمد مرغني كان رافع يده. يا إخواننا أي زور عنده سؤال ولا بتاع يستخدم الخاصية بتاعت ريس هاند. أحمد مرغني تفضل. أيوة السلام عليكم. شكرا دكتور أنور صوت واضح. شكرا الكاشف هيثم الكاشف. صراحة كانت نقول عليها محاضرة شيقة جدا
شكرا للمعلومات، شكرا للمتداخلين ايضا. طيب من وجهة نظرية مثلا تكون البسيطة جدا، انه الفريلانسر والانتربرينور ممكن احنا ناخدها كأنها هي مرحلة، يعني احنا مش بنتكلم عن اختلاف او بنتكلم عن فروقات، احنا بنتكلم عن كأنها هي مراحل إعدادية. يعني مثلا الفريلانسر هو حتى قبل ما انه يبدا فريلانسر ايضا هي فترة بتاعت إعداد، بتاعت اخذ بعض المهارات، فترة بتاعت انه اكتشاف للذات، اكتشاف للسوق. حتى بنلقى انه كل التولز او كل الحاجات اللي ممكن تكون بيحتاج الشخص اذا كان انتربرينور او اذا كان فريلانسر هي مشاقة، من ناحية انه الانتربرينور بيحتاج انه يكون براند، الفريلانسر بيحتاج انه يكون براند عشان يكون معروف، عشان يقدر يسوي نفسه، عشان يقدر يدخل السوق، عشان يقدر يقدم منتج بشكل مختلف. لو جينا لحتة الريسك بنلقى انه الريسك موجود في الاثنين، لانه في النهايه الاثنين ما في شخص ملتزم لهم بالتزاماتهم الشخصيه، ما في شخص ملتزم لهم بالتزاماتهم اللي ممكن تكون بالنسبه لهم هي البيزك نيدز، ما موجوده. يعني ما في شخص يعني بيقدم مصروف بيكفي لهم ايجارهم او بيكفي لهم مصاريفهم الشخصيه، او حتى الميديكال انشورنس زي ما كان في مداخله برضه، انه ما في شخص بيديهم الضمان العلاج او التكلفه دي. وبالتالي الاثنين هم بيبقى انه اختلاف في حجم المخاطر، حجم الزمن، وممكن نقول انه هي اختلاف في المهارات، يعني بيحتاج انه كل واحد مهاراته الثانيه ممكن تكون مختلفه. اختلاف بتاع الزمن ايضا، انه الفريلانسر حتى انه قبل يبقى فريلانسر هو فتره بتاعت الاعداد، اخذ المهارات زي ما قال الاستاذ هيثم اللي بيحتاجه في الفريلانسر. وفي الانتربرينور طبعا لازم يكون جرب انه يكون في الفريلانسر، ده بيكون افضل. هو ممكن يكون لا، يعني ما جرب انه يكون في الفريلانسر اذا كان الكابابيلتيز او المقدرات تحته كانت عاليه، وبرضه الوضع المالي بتاعه او الوضع التمويل بتاعه كان اجهز يعني اكثر من الفريلانسر، او برضه انه طريقه انه حصوله على التمويل او حصول على الدعم، كان الدعم المباشر في المشروع او في المؤسسه بتاعته كان جاهز، فده بيبقى انه الحاجه الثانيه طبعا التولز، انه احنا ده شخص مختلف، انه ده بياخذ تولز بسيطه، مقدرات بسيطه ممكن يعمل إيه، يقدر يسوق بها نفسه، يقدر يعرف بها، يقدر يستخدمها في المهارات بتاعته، التولز بتاعته تكون معقده. خلاف كده كل الكلام كان جيد، وشكرا جزيلا لكم. هيثم عندك تعقيب على الكلام؟ لا لا، يا هو فعلا هو اتطرق لحتة التور زي ما ذكرناها، لكن زي ما قلت انه يلا دي فكرة عامة، الفريلانس والانتربرينور كله، يعني السيشن ده 10 جلسات، يعني نحن بنفرز كل واحد، بعد ده كل واحد أدوات وتقنيات بيستخدمها شنو كده، لكن في النهاية أنا حاولت أن أوضح أنه يعني ده فرق بشكل عام، لكن زي ما قال أمجد أنه هم الاثنين شغالين من أجل المنفعة، لكن ده الوضع والظروف بتاعته خلاه يكون فريلانس، وده الوضع بتاعه خلاه يكون انتربرينور. لكن ممكن الاثنين اللي يكون عنده عقلية الانتربرينور، لكن البيئة المحيطة له ما خلته يأسس يبقى انتربرينور بمكوناته. نحن نتكلم عن الفريلانس عنده مكوناته وحاجاته وتقنياته باستخدامها، وده عنده مكوناته غيره، فهو بيكون لأنه مرحليا هو في الفريلانس، لكن هو عقليته انتربرينور. فيلا يلا، لما نجي نقول العقلية نجي نحس إنه لما نجي في حتة الهدف هنا بيختلف. الهدف بتاعه ما بيكون إنه بيحقق عائد مادي على مستوى البسيط، هو بيفكر في النمو وفي الاستدامة، فمثلا يمشي يحاول ينشئ الشركة بتاعته أو يعمل جروب أكبر، لكن as freelance على حسب العقبات اللي بتكون ماشي فيه. لكن ما عندي تعقيب، نفس الكلام، لكن زي ما ذكرنا لو كان مثلا نتكلم عن freelance براه كان ممكن نتكلم عن حاجات كثيرة، لو كنت كمان التلفونير فلاهو كان نتكلم عن حاجات كثيرة. لكن مداخلة قيمة، يعني بركز على بعض النقاط الناس ممكن تستخدمها في إن هي تقرأ أكثر أو تستفيد أكثر.
طيب شباب الموجودين داخل الزوم، هل في اي سؤال؟ انا شايف عمار سبيرا بس ما انت عندك فكره بتاعت ستارت اب ولا شغال فريلانس حاليا ولا كيف؟ تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. كويس سامعني يعني. والله يا خبير عندنا سامعني للاسف يعني انا جديد في موضوع الزوم ده unfortunately، فعانيت في الاول عشان ادخل. anyways رمضان كريم. طيب very interesting topic والله يا انور، بس اضافات صغيره يعني يعني ما في المواضيع المعرفه دي في السكيلز دي انتربرنورز للستارت ابس اتس يعني في اغلب الاحيان بتلاقيها ميسنج عند الشباب. انا حاولت ريموتلي، ناس حاليا شافوا في السعوديه زي ما انت عارف، فريموتلي واحيانا بنزل السودان كثير بحاول ارعى شباب منتورشيب ستارت ابس شركات صغيره في مجالي يعني في الاندستري حقتنا. لكن فعلا الناس بتحاول تسوق اكاديميا. يا ريت لو عرفت يا عمار برضو بنفسك والاندستري بتاعك عشان الناس يكونوا في الصوره معك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا عمار صبير، انا كنت شغال في مجال بتاع اندستريال اوتوميشن وانرجي اند باور اند ذن شيفتد، هسه شغال في مجال بتاع ليتس سي بروجكت مانجمنت في هيلث كير اندستري. ف وكنت في اندرسن هاوزر ناو موف تو سيمنز، فكنت في مجال ليتس سي برضه سيلز اند ماركتنج اند ذن تو بروجكت مانجمنت، ف جروينج هوريزونتالي ليتس سي. طيب فاواصل انه بيكون ميسنج فيها المواضيع البيزك نو هاو او البيزك ليدرشيب مانجمنت اكاونتنج فاينانسينج، فالناس بتكون موستلي يعني بياخذ الموضوع اكاديميكلي اند ذن زي ما اتكلم باشمهندس هيثم قبل شويه انه بيبل دي فيل داون في النير فيوتشر. فالناس يعني تحتاج مواضيع بتاعت سكيلز كومبيتنسي بتاعت مانجمنت انه هاو تو ستارت اب انه then later on people will grow يعني. ففي حاجات available للستارت ابس سواء في الميديا في يوتيوب على مستوى حتى let's say كتب، في حاجات available في ماركت، في حاجات famous و well known موجهة نحو الستارت ابس and موجهة نحو انه how to start a business or how to start a project your project يعني. فدي بتكون مدخل let's say للشباب انه how to go through. And later on, yes, you need advanced skills and advanced studies في الموضوع يعني. لكن as a startup, you need some skills عشان تبدأ consistency. Consistently, عفوا. فبس دي مداخلة كده. Thank you. طيب هيثم عندك أي تعقيب؟ ما في تعقيب، لكن بس هو يعني إضافة لكلامه إنه وانا شايف واحده اسمها رغيه برضو كانت رياضها المغرب الشاعره دي في انه بجد يعني السيشنات بتاعت رياده الاعمال حسيت ان احنا الكورس احنا اديناه اونلاين فما كل الناس ممكن يقدروا يحضروه يعني يعني ديت انا ما دار الناس تحس انه تمليك المعرفه في مجال رياده الاعمال بس مرتبط بالنخبه لانه في ناس كثيرين محتاجين يكون حاجة دي. عشان كده أنا كل ما أجي السودان بلف على الجامعات السودانية، في شباب ما شاء الله مبادرات كثيرة في الجامعات شغالة مش قدم لهم محاضرات محتاجين يستفيدوا، لكن الناس محتاجة التجربة العملية. يعني ما في أي حاضنة بتاع رياده الأعمال بيكون في دور مونيتر زي ما ذكرت قبل يا دكتور أنور، اللي هو بيساعدك في إنك أنت كيف توجه شغلك. الحاجة اللي كنت تقراه أو زي ما ذكرت تقول الحياة ممكن تكون أكاديمية في السودان، تقرأت الكتب كده كده كده، لكن في جوانب ما اشتغل في السوق ما بيقدر يعني تقدر تفهمها. في كده دي أهمية الشراكة، يعني مثلا جبت الايديا بتاعتك يكون معك زول أقدم شوية تقدر تكمل بعض، فإنك أنت عارف المنهجيات الجديدة عارف التقنيات الجديدة يكون معك زول عارف البيئة السودانية محتاجة شنو. دي حاجة مهمة جدا جدا، دي إنك تفهم البيئة اللي تقدر تشتغل فيها. فانت ممكن تجيب وده حاجة كنا زمان من زمان نحن بالاقتصاد الله يرحمه فرق قدودة أستاذنا فنحن كنا بتكلم معه وقال يعني إنه كل اللي بتجروه هنا في القاعة لازم تطلعوا برا تجربوه تلقى فيه تغيير أو في درجة انحرافات زي ما بيقولنا في الإحصاء معينة درجة الانحراف دي أنت مفروض تفهمها، يعني أنت ده اللاين بتاعك وده الانحراف بتاعك.
في الاقتصاد في المناهج الاقتصادية بتاعتك. فأنت لازم تفهم الجادة، أنت لازم تكون عندك المرونة في إنك أنت تطوي على القوانين الاقتصادية بتاعتك تتماشى مع الانحراف ده، لأنه الانحراف ده عيب خلقي موجود عندنا، فأنت لازم تتماشى معه. فالقراية بتملكك المعرفة بشكل عام، لكن البراكتس بيخليك تنجح أكثر في المجال بتاعك. فدي فرصة إنه الناس دي دعوة، أو مثلاً إنه الناس اللي عندهم الباكجراوند بتاع البيزنس ديفلوبر إنه هم يحاولوا يقعدوا مع رواد الأعمال اللي هم جايين بأفكار أكاديمية أو من خلال الاطلاع، في إنهم يجيفوا معه في جوانب ما تلقاها في الخطوط، تلقاها في الحياة العملية. هذه ممكن تكون تعقيب بسيط. تمام. في طلال برضو رافع يده، وبعده دكتور الصادق إدريس. ونحن يا شباب باقي لنا 16 دقيقة والجلسة تنتهي، تكمل ساعتين إن شاء الله. فلو في أي زول عنده سؤال يرفع يده على أساس إنه يعني يتكلم. تفضل طلال. طيب شكرا مرة ثانية يا دكتور أنور. أنا بس دار ما دار أطور، دار بس أذكر حاجة واحدة. أنا دائما بركز على الجانب العملي اللي قاله الباشمهندس هيثم. لازم كل الانتربرنور أو البزنس سمول بزنس انتربرنور في السودان لازم يفهموا انه الاكاديميه الوحده والمعرفه اللي بتحصلها انها عن طريق الاكاديميه ما كفايه، لازم التجربه العامه ولازم الفشل وترجع ثاني تبدا. حتى على المستوى العالمي ذاته الفكره بتاعت الانتربرنورشيب لو ما رجعتها لانها هي بزنس موديل going to profit you will not make it. لكن الحاجه اللي عايز اقولها، انا عايز بس عايز نصيحه. في كتاب انا عايز الناس، اغلب الناس ممكن تكون قريته او عايز الناس تقراه، ده كتاب مهم جدا بغير النظام، بيتكلم عن تغيير المفهوم كامل بتاع الانتربرنورشيب في العالم حاليا. الكتاب اسمه ريورك. الكتاب ده لازم اي زول يقراه، لانه ده بيغير لك تماما، بخطك في بخط الناس في practical guideline how to start up your business و how to work it من غير الجانب الايكو سيستم والكلام الكبير نايت بزنس. ودي المشكله الاساسيه اللي احنا بنواجهها في السودان، اعتقد انه احنا بنمشي مور تو كومبليكيت الحكايه بانه يا اخي يو نيد مور سكيل سيت، ولازم الناس تكون عندها معرفه عامه بكل الحل. ما في بزنس في العالم، ما في اي زول بدا بزنس ستارت اب هو عنده كل النوليدج. لازم يو ليرن وانت ماشي، لازم تعرف الفاينانس وانت ماشي، لازم تعرف اي في بيزك نوليدج كل الناس بتكون عندها في البدايه، وديس از باي ديفولت اغلب الناس يكون عندها، اول ما عندها بتفتش عنها وبتلقى. لكن نحن we throw the people and انفرض منهم يا أخي الحكاية دي very complicated، إنك to need to study and to make research and إنك تقرأ to make it work. فإنه practicality بتاعتها is the other way around. It is so simple that you have to start with nothing, you have to start with knowledge and you grow while you are going ahead. It depends about the idea. أنت عندك الفكرة، this is the most important thing. والحاجة الثانية إنك أنت عندك الرغبة الـ desire إنك أنت to continue and to fight لغاية ما الفكرة بتاعتك دي تنجح. As simple as that. مش العكس، إنك يا أخي لازم to have all the knowledge وتخش training وتخش كورسات وتخش والفكرة الأساسية أساسا ما تكون عندك. فا it's أنا بس الحاجة دي أقول للناس يا أخي advice إنه everyone read the book اللي اسمه Rework. لو أنا personally غير اتجاهي تماما عن فكرة بتاعت الانترنشوت والإكسكيوشن بتاعه. ده اللي عايز أقوله. شكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا جزيلا دكتور الصادق. عندك تعقيب ولا ندي الفرصة دكتور الصادق؟ السلام عليكم. عليكم السلام دكتور الصادق، تفضل. مرحبا، شكرا لدكتور أنور، مجموعة الباحثين السودانيين، وشكرا للأخ المتحدث الكريم. وأنا يعني ما سمعت للأسف اللقاء من الأول، لكن أنا دكتور الصادق إدريس مقيم في الرياض، وكنت عملت رسالة دكتوراه عن أثر تمويل صندوق التنمية الصناعي السعودي في كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فبس أحب يعني طبعا هو الحديث عن ريادة الأعمال مرتبط بالمخاطرة، ففي جزئية في الرسالة بتاعت الدكتوراه عن رأس المال الجريء ورأس المال المخاطر، وهذه مختصة بالاستثمار في التكنولوجيا. الجزئية هي إنه رأس المال الجريء بديل لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مفهوم التمويل عن طريق رأس المال الجريء يقوم على ما يلي:
أول شيء هو عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع الاستثمارية. نمرة 2 لا تقدم النقد فقط بل تقوم على أساس المشاركة في المخاطرة. تمويل المشروع من دون ضمان العائد ولا مبلغه يخاطر بأمواله. يهتم أكثر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والتوسعية التي تواجه صعوبات. يتحمل المخاطر اللي هو المستثمر كلياً أو جزئياً الخسارة في حالة فشل المشروع الممول. يساهم في إدارة المؤسسة بما يحقق تطورها ونجاحها. الجزئية الثانية هي نسبة نجاح أو بقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة عن طريق رأس المال الجريء. وفي تجربتين استعرضهم سريع. في أمريكا نسبة البقاء تتجاوز 77% للمنشآت الممولة عن طريق رأس المال الجريء. فرنسا 218 شركة في قطاع التكنولوجيا في الفترة من 1999 إلى 2007 96% نسبة البقاء للمنشآت الممولة عن طريق رأس المال الجريء. المقومات الأساسية للاستثمار في التكنولوجيا هي 1 تطوير نظام بيئي من شأن أن يدعم ريادة الأعمال في المدى الطويل، الحاجة إلى جامعات كبيرة مصادر متعددة من رأس المال الجريء، سوق أسهم ناشط واقتصاد يقدر التكنولوجيا، مشرعين يفهمون في الملكية الفكرية، رجال الأعمال الذين يرغبون في غزو العالم. وأخيراً أنا يعني بتفق مع الأخوان في أنه لا بد من إيجاد هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السودان، وبالتالي خلق بيئة صالحة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. حاجة أخيرة، في السعودية طبعاً بدأ الاهتمام بالمجال ده في 2006، وده نفس العام اللي بدأ فيه التمويل الأصغر في السودان، لكن السعودية خطوت خطوات كبيرة جداً، والآن هي بترعى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي عامة تتبع لوزارة التجارة. بتقوم الهيئة بضمان نسبة 95% من القرض الممول المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقوم بتقديم تدريب على القدرات وخدمات لوجستية كثيرة جداً للصغيرة والمتوسطة. ففي السعودية في اهتمام كبير جداً بهذا القطاع. حتى الآن في ظل جائحة كورونا قدمت الهيئة الدعم كبير جدا لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعفاء الأقساط، في رفع نسبة ضمان التمويل، كانت 80% والآن 95%. 95% بتضمن القرض المقدم من البنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشكرا جزيلا ومعذر الإطالة. شكرا جزيلا دكتور صادق، صراحة يعني إضاءة ممتازة جدا جدا. ونحن في السودان عندنا طبعا كان الحكومة القمعية السابقة عملت العديد من يعني مثلا موضوع التمويل الأصغر والتمويل الصغير وإلى آخره، كلها كان بتمشي في اتجاه دعم التنظيم وليس دعم الفرص المتساوية بين الشباب. يعني أنا كنت طلعت على كمية بتاعت مشروعات يفترض انها يعني موجهه للشباب السوداني، كان باسم الاتحاد الوطني للشباب السوداني وباسم اتحاد الطلاب السودانيين ومشروع دعم الخريجين وتشغيل الخريجين، وهي كميه بتاعت مسميات افرغت تماما من محتواها بسياسه نحن بنرفع المعاناه وليس نرفع المعاناه. وبالتالي يعني محتاجين فعلا الهيئه دي تكون موجوده وتكون شفافه وتكون لكل الناس، تكون في حاضنه اعمال في الجامعات والجامعات تؤدي دورها التوعوي ورفض المجتمع بالمشروعات، يكون عندها شراكة مع المجتمع الأعمال والحكومة ككل، يعني لأن كلنا مجتمع واحد. واحدة من الحياة الأصيلة في الجامعات اللي هي خدمة المجتمع، إنك توجد حلول للمشاكل الموجودة والبطالة. يعني أكبر مشكلة من مشاكل السودان موجودة حاليا بتؤدي لتفشي الجريمة والمخدرات وكل إحباط الشباب والنمط بتاع الهجرة المتكرر إلى آخره. طيب عندك أي تعقيب أستاذ هيثم؟ والله ما في تعقيب. إحنا نشكر دكتور صادق، أدانا نموذج حي. يعني عشان تعرف إنه مثلاً 2009 لحد حسي الحظ الشغل مثلاً في السعودية، وزي ما هو ذكر خطأ. يعني أنا حابب بالنسبة لنا لما نجي يعني ندرس في يعني ديارة الأعمال والنماذج المشابهة لنا في المنطقة من الخطة السعودية، كم مش إنه هم كدولة غنية، لكن لأنه هي وفرت البيئة لرواد الأعمال إن هم ينهضوا وينجوا، يعني بيستفيدوا من تجارب بعض. يعني أنا بعتبر إنه النجاح اللي حصل في السعودية بعيد عن الدعم الحكومة اللي كان مقدم، إنه هم استفادوا من بعض. يعني أنا كنت في السعودية إجازات،
يعني بستمع في الراديو وشوف في التلفزيون، بحيث انه هم لا بش يعني هم ككوميونتي كده مع بعض، رواد اعمال شغالين مع بعض، يعني عندهم حاجات مبتكرة كثيره. حتى انا دونتها عندي دفتر كده من الحاجات اللي انا اطمح ان انا لما اجي السودان اعمل يعني انقل التجارب دي للسودان، مدون عندي. يديه العافيه كده دكتور صادق، ده نموذج حي عشان احنا نقدر نعرف الناس بتفكر كيف وتشتغل كيف. وبرضه تعقيب على كلام الاخ اللي قبل، قال يا اخي انه مهما قريت كتب اللي هي فعلا، عندنا في احد المحاضرات قدمتها انه في رياده الاعمال في حاجه اسمه نجاح وفشل، في حاجه اسمه تعلم، بتتعلم 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 لحد ما تمشي. واهم حاجه نحن في رياده الاعمال نحن بنكون انك انت ما محتاج تحفيز، انت محتاج تتنظم اكثر، تعرف انك انت يعني كيف تدير امورك. والحاجه دي حسنا حكررها عشان الناس تبع فيها، يعني رياده الاعمال هو مايند سيت، هي طريق معين في التعاطي مع كل حاجه. يعني احنا ليه لقينا لنا ناس شغالين في القطاع الحكومي في المؤسسات الحكوميه بعقليه رياده الاعمال، نحن بيهتموا بالابداع والابتكار ويعني تقليل المخاطر اللي هي بتواجه الناس. فاتفق معه تماما، لكن بجد يعني فترة عن فترة أنا كل ما أجي السودان مثلا بقابل مع شباب، بحس إنه يعني في ناس بدأت عندهم جرعات أكثر براكتس، بيستفيدوا من بعض، يتعلموا من بعض. ودي تحية لكل الشباب اللي هم بيقدموا محاضرات أسفري، يعني في بيعمل ورش بقروش، لكن في ناس بيقدموا أسفري، تحية لهم. وإن شاء الله يعني بعد جائحة كورونا في كثير من الأخبار السعيدة اللي ممكن تجي. وأتمنى والله يا أخي أنه موضوع الجائحة تنتهي على خير. أقلها أنا أكون عندي شوية معلومات إن شاء الله في لايف ليت الأون، وأبشر الناس بالموضوع بجعل الهيئة، لأنه في ناس شغالين عليها والله، لكن ما دائما الحكومة حاجة. اللهم بس تستمع لنا وتدينا الفرصة، والتمويل جاي من برا. ديك العافية. الحكومة دي حكومة ثورة، دي حكومتنا نحن، يعني ما بنستجداها ولا بنناشدها زي الحكومات القمعية ولا كده، فبنفرض عليها الحياة دارينها نحن. ونحن في مجموعة الباحثين السودانيين وكمواطنين سودانيين مستعدين تماما لانه يعني نفرض الاجنده اللي بتكون مساهمه في حل مشاكل البلد ككل لو الناس ما جاوبوا بالصوره المفروض ان يجاوبوا بها. في ختام الجلسه نشكر الاستاذ هيثم الكاشف خبير الخبير الاسواق الافريقيه الناشئه لدى الجامعه النرويجيه، مستشار ومطور الاعمال لدى عدد من الشركات السودانيه، فريق عضو التقارير الماليه في النرويج، وشريك في برنامج خبير ضمن اهداف التنميه المستدامه بالجامعه النرويجيه. ونشكر الحضور الموجودين معنا في الجلسه هنا ده. عمار، في حاجه سريعه لانه عندنا ارتباط ثاني بعد 5 دقائق. عمار تفضل. ايوه بس ليس ده انا منت مبي انه يعني بضيف على كلام الاخ قبل شويه في الكتاب بتاع ريورك which is well known يعني. ما اعرف يا انور لو ممكن في الجروب انت لو بتطرح مبادره مثلا او بوست الناس تاخذ التوب 5 او التوب 10 او تاخذ يوتيوب، بحيث انه الشباب مثلا في ظل الجائحه بتاع كورونا هسه ناس في اللوك داون ممكن تستفيد من زمان لما تكون قاعد تسابق جرها وبين قوسين، ممكن تحضر لي فيديو مفيد او تنزل لي كتاب او فحاجه ليتس سي تكون انلايتنج، تنور الناس او تفتح الاذهان، يعني ليتس سي توسع الافاق شويه. ففي مجموعه بتاعت كتب 5 10 ليتس سي توب 10 حاجات ويل نون لزول في مرحله ما انه تفتح افاقه وانه يمشي كيف يمشي في اتجاه هو زول راسه لا في يعمل شنو. ما عاد موضوع تنظيم قالوا خيس نقول شويه وحده الاورجانيزيشن دي هاو تو بيلد ان اورجانيزيشن. انا ما عايز اطول، لكن لو يتعمل بوست فور اكزامبل كمثال ممكن الناس تطرح فيه اطروحات والناس في الجروب ممكن تستفيد. يعني احنا طبعا بنحاول دائما نعمل حاجات في شكل لايف او جلسات تحت نقاش لانها بتنظم المعرفه وبتدي يعني اكثر من راي من 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 تخصصات مختلفه. البوستات بكل اسف يعني في اكثر من بوست سيدي، ورونا فيد بزمنك ما عارف، ورينا عملت شنو في وقت كورونا، بيتصل من ما تصل ل 50 60 كومنت في البوست. بكل اسف خلاص الناس تاني ما بتمشي تفرتك كده الكومنتس عشان تشوف ده كتب شنو ده كتب شنو ده كتب شنو. فافضل حاجه ممكن تعمل جلسه بتاعت نقاش في تقديرنا يعني، لكن لو عايز تعملوا بوست يعني بي اور جيست وابدا البوست في المجموعه، ونحن بنساهم معك اي حاجه ممكن تفيد اعضاء مجموعه الباحثين السودانيين والمجتمع السوداني ككل والانسانيه. نحن حاضرين لانه ان شاء الله نقدمها عبر المجموعة. يعني في الختام نشكركم جميعا. فليكن يعني إذا كان لايف فليكن لايف، يعني المهم إنه الناس تبادل المعرفة. نعم نعم.
طيب شكرا جزيلا لكم جميعا على الحضور يا شباب، وان شاء الله يعني نلتقي بكره ان شاء الله عندنا جلسه عن كيف تعمل بروفايل بتاع لينكدين محترف. معنا خبير بتاع 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 بروفايل رايتر في لينكدين اسمه مالك قيسي، هو سي اي بي دي السعودي. بكره ان شاء الله هيكون المساء، اتمنى ان الناس تكون موجوده. شكرا جزيلا لكم جميعا على والمشاركه، وان شاء الله نشوفكم في جلسة جديدة من جلسات الباحثين السودانيين. شكرا جزيلا أستاذ هيثم، شكرا.